اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من 90 دقيقه ومساء الخيرات. طبعا داخلين في فصل الصيف، وفصل الصيف السنه دي واضح انه هيكون ساخن على كل مستويات. اولا كدرجات حراره، يعني لسه كنت قاري خبر من شويه انه كوكب الارض سجل 3 ارقام قياسيه في اسبوع واحد كاعلى درجه حراره سجلت في التاريخ حتى هذه اللحظه. وبالتاكيد احنا حاسين برضو الجو حر بقاله شويه، وان كان جو مصر اعظم من اي مكان تاني حتى لو بنشوف درجات حراره عاليه. فطبعا الناس كلها متجهه للساحل الشمالي والمصايف المصريه، والسنه دي كمان هتبقى المصايف المصريه وخاصه منطقه الساحل الشمالي ساخنه كمان بالاحداث وباعداد الزائرين الكبيره والمتوقعه، خاصه في مدينه العلمين الجديده، لانه لدينا هذا العام أكبر مهرجان فني في الشرق الأوسط، مهرجان العلمين أو العالم علمين. وهي طبعا واحدة من المبادرات الجديدة اللي طبعا بنحتفي بها بشكل خاص، وامبارح يمكن كان الإطلاق الرسمي والمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العلمين، لانه كمان كان في حضور لمعالي وزيره الثقافه ومعالي وزير الشباب والرياضه، وتم الاعلان عن الاطلاق الفعلي للمهرجان اللي هيبدا 21 يوليو، وبتشوفوا كمان اعلاناته على شاشه قناه المحور وفي كل مكان الان. والبدايه هتكون مع حفل الفنان تامر حسني وديسكو بيروت، ولكن احنا بنتكلم على مهرجان هيمتد على اكتر من شهر بحضور نجوم من كل انحاء الوطن العربي، عروض فنية مختلفة وعروض ثقافية في واحدة من أهم المدن، وإن شاء الله هتكون أهمهم في منطقة حوض البحر المتوسط. مدينة العلمين الجديدة بتمتد بس الكورنيش بتاعها على طول 15 كيلو متر. امبارح الحقيقة وأنا كنت في الزيارة وحضرت المؤتمر الصحفي، طبعا حجم الإنجاز كمان يمكن السنة دي أكتر من السنين اللي فاتت بكتير، يعني اللي زار السنة دي واللي زار السنة اللي فاتت ويزور السنة دي هيدا نلاحظ فرق كبير جدا جدا. المدينة تقريبا almost ready، يعني او على وشك الانتهاء. طبعا لسه في شغل ولسه الابراج بتكتمل وفي مراحلها النهائية، اعتقد على السنة اللي جاية نقدر نشوف المدينة متكاملة بشكل كبير. السنة دي كمان شفنا كتير، انا كتير من المحلات شفتها امبارح بتستعد للفتح، برندات عالمية. وبالتالي احنا بنطمح ان يكون هذا المهرجان مهرجان سياحي وثقافي وفني، وايضا ليه دور تاني في الترويج لمدينه العلمين الجديده اللي بنشوف صورها دلوقتي معاكم على الشاشه، لان من خلال توقع الساده القائمين على المهرجان بقدوم اكثر من 1 مليون زائر خاصه من السائحين واشقائنا العرب عشان يحضروا الحفلات الفنيه والعروض الترفيهيه. العروض الترفيهيه منها زي ما بنشوف هيكون في سكاي دايفنج، طبعا هيكون في جيت سكي ومنافسات للجيت سكي زي ما بنشوف معاكم في الصور. كل الووتر سبورتس اللي حضرتك ممكن تتخيلها او بتكون بتحبها هتبقى موجوده خلال ايام الاحتفال اللي احنا قلنا هيبقى فيه عروض فنيه وفنانين من كل انحاء الوطن العربي. وكمان هيكون في منافسات رياضيه، منافسات رياضيه هتبقى في بطوله للبادل، طبعا ناس كتير قوي شباب كتير قوي يحبوا البادل وانا منهم الحقيقه، بلعب دايما بادل مع اصحابي الحقيقه هنا في اكتر من ملعب، يعني في منطقه الشيخ زايد دايما، ورياضة جميلة وأصبحت رياضة عالمية والكل بيقبل عليها. فطبعا هتبقى في بطولة كبيرة، بطولة للجو كارتينج وبطولات أيضا فيها طبعا ما يتعلق كمان بالرياضات المائية وبعض الرياضات زي التنس والبادل والجيت سكي، وكمان هيكون في منافسات للكرة الشاطئية وكرة الطائرة كمان الشاطئية. وشفت الحقيقة مجموعة من طبعا نجوم الرياضة كمان هيكونوا مشاركين في الملاعب اللي تم أيضا تخصيصها لكتير من العروض والبطولات اللي هتقام في مدينة العلمين على هامش طبعا المهرجان. كمان في شق ثقافي، لأن وزيرة الثقافة قالت أنه على مدار أيام المهرجان هتكون هناك عروض ثقافية واحتفالية ليها علاقة بالتراث. هيكون في بعض الفرق الموسيقى الشعبية على الكورنيش بتسلي الناس بتسلي الحضور، هيكون في كمان بعض الفرق الشعبية والفرق التراثية نوري برضو السياح الأجانب عفوا،
وده برضو هيكون على مدار ايام الاحتفال. فانت ان شاء الله من خلال مهرجان العالمين او مهرجان العالم عالمين اللي هيكون في مدينة العالمين الجديدة، لو حابب تروح سياحة اهلا وسهلا، هتتبسط بالبحر وهتتبسط بالشوبينج، هتتبسط باماكن السهر، كل ده موجود. لو عايز الحفلات الفنية والثقافية هتلاقي نجوم مصريين، نجوم عرب، نجوم عالميين ان شاء الله كمان، وفرق تراثية وعروض ثقافية مختلفة، لان في مسرح روماني، في اكتر من مسرح كمان موجود في مدينة العالمية الجديدة، واكتر من مكان ينفع يكون ملتقى ثقافي يعني، وفي مدينة تراثية اصلا كمان دي ناس شغالة عليها دلوقتي عفوا. وايضا لو انت بقى من هواة برضو الرياضة، فعندك منافسات رياضية، كرة قدم شاطئية، كرة طائرة شاطئية زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، بادل، تنس، في ملاعب تنس كمان موجودة، في بولينج، في كارتينج، كمان هيبقى في رالي يسمى برالي الفراعنة او مسيرة الفراعنة، لانه كان في زمان رالي الفراعنة طبعا وتوقف، لكن دلوقتي في مسيرة هتكون لاهم العربيات الفارهة واحدث موديل كما فهمنا يعني، وبرضو دريفتينج كارز وغيرها، والسكاي دايفنج دي رياضة طبعا لطيفة وناس كتير بتحب، والباراسيلينج طبعا، يعني كل الرياضات المائية دي موجودة. فصيفك في السنة دي في مدينة العالمين الجديدة كل الناس تستطيع ان هي تروح الحقيقة، لان في انشطة كتيرة ومختلفة وعلى مزاج كل شخص، ولازم الحقيقة في النهاية نكون مبسوطين ان احنا عندنا حاجة زي كده ان شاء الله تحصل وتحصل وكون على مستوى الحدث، خاصة ان احنا عمالين نقول اكبر مهرجان في الشرق الاوسط، فان شاء الله يبقى فعلا اكبر مهرجان في الشرق الاوسط كما وعد المسؤولين. وانا شايف ان مجموعة كبيرة كمان من الشباب قائمين على الموضوع، شركات منظمة كلها ليها باع طويل يعني في التنظيم وفي صناعة الترفيه بشكل عام. ده فيما يتعلق بمهرجان العالمين الترفيهي او العالم عالمين، واللي كنت الحقيقة في اطلاقه بالامس في مدينة العالمين الجديد، او كنا معاكم كمان في تغطية من خلال برنامج 90 دقيقة مع طبعا انتهاء الحدث وانتهاء المؤتمر الصحفي. هنتابع معاكم طبعا، هنغطي معاكم بشكل يمكن مكثف طوال ايام المهرجان، وطبعا الصيف بيحب الترفيه بشكل عام، فان شاء الله يبقى مهرجان ترفيهي مهم نستمتع به كلنا. من الترفيه نخش في الجد شوية، وبنتابع مع حضراتكم طبعا على مدار الشهور الماضية الأزمة السودانية، والأزمة السودانية الحقيقة أصبحت معقدة للغاية، وفي تحذيرات عالمية بأنه الوضع هيستمر في التصاعد، خاصة مع لجوء الطرفين لمزيد من الأسلحة والتسليح والغارات الجوية، وأصبحت يعني كتير من مناطق الخرطوم مدمرة بالكامل، وبدأ الدمار يمتد لولايات تانية بشكل كبير، وفي النهاية من يدفع الثمن هو الشعب السوداني الشقيق. كل المبادرات الدولية لم تنجح في حل حالة الأمور، مفيش مبادرة استمرت أكتر من يوم حتى بمعرفة القوى الدولية والإقليمية المختلفة. الوضع معقد جدا على الأرض، والكل يتلقى بشكل أو بآخر الدعم مما ينذر بطول أمد الصراع، وتحذيرات أممية من تحولها لحرب أهلية كاملة، ده وفقا لأنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة. عشان كده مصر بتتحرك دائما ومنذ بداية الأزمة بتتحرك بشكل إنساني في المقام الأول للحفاظ على الشعب السوداني اللي تدفق منه مئات الألاف على الدولة المصرية. بنرحب بهم كأشقاء، ولهم ولنا الله طبعا ويعيننا على هذه الجزئية اللي بتمثل ضغط أيضا علينا، وأيضا بنقدر فيها مشاعر طبعا ومعاناة الأشقاء السودانيين، لأن الظروف هناك الحقيقة سيئة للغاية، وتقريبا الخدمات يعني انقطعت، والناس انقطعت عن أشغالها، المدارس متوقفة، فلازم تدخل وتدخل فوري وسريع، وإلا لن تقوم للسودان قائمة مرة أخرى. مصر تتحرك خطوات جادة الآن من خلال مؤتمر قمة دول الجوار، الدولة المصرية تستضيف قمة دول جوار السودان، وده خير دليل طبعا على المساعي اللي بتقوم بها مصر للمساعدة في الخروج من الأزمة وخروج السودانيين من عثرتهم، وبتحافظ من خلاله أيضا على حيادياتها والحرص على عدم التدخل
في شؤون الدول، وده الثوابت للسياسة المصرية. ثانيا، التحرك المصري المتمثل في مبادرة دول الجوار، مصر قالت أنه بيتماشى أيضا مع التحرك الموجه من قبل الرئيس السيسي إلى منع أي تدخل أجنبي في الأزمة السودانية، وده حتى يكتب للسودان الاستقرار القريب. وإحنا شايفين الناس بدأت تدعو بعض الأطراف إلى وجود يعني قوة دولية في الداخل السوداني، وده شيء خطير جدا جدا جدا. مصر تؤكد دائما على وحدة الأراضي السودانية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وده اللي بتؤكد عليه مصر، انه منع اي تدخل اجنبي في الشأن السوداني ووقف اي انحياز لطرف من اطراف الصراع، وهو موقف بيتفق دائما مع شخصية مصر وشخصية سياستها الخارجية على مدار السنوات الماضية. طبعا كمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة بهذا الملف، وده ظاهر من اول لحظة في التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها مصر، سواء في عمليات اجلاء الرعاية ومساعدة الدول الشقيقة في إجلاء رعاياها بسهولة وانسيابية عبر موقع أرقين الحدودي. وكمان كان في حضور مصري طبعا بمعدات والتجهيزات والمستشفيات الميدانية والطبية على الحدود لاستقبال الأشقاء. عفوا، طبعا لسه الواحد راجع من الحج، فلسه شوية بقيت التعب موجود يعني. فمصر بتحرص طبعا على استقبال السودانيين، ودي عملية معقدة وليست سهلة طبعا نظرا لتدفق عشرات الالاف في توقيت واحد وعلى مدار الايام الماضية. يعني احنا كسرنا الارقام الرسمية فوق 200,000. فان شاء الله طبعا غير الارقام الاخرى بترجح ان هي اكتر من كده طبعا بالنسبة بشكل غير رسمي، ولكن أيضا ده كان دورنا الإنساني المصري المتمثل في ضرورة استقبال الأشقاء ورفع المعاناة عنهم مهما كانت التكلفة علينا. برضو من الأشياء المهمة أن مصر بيهمها في المقام الأول تحقيق الهدف، ولا يهمها استعراض الأدوار. يعني احنا أصلا شفنا أنه كتير حتى من المبادرات الدولية مصر بتدعمها الوصول الى حل، وان كانت برضو فشلت في الوصول الى اي شيء حتى هذه اللحظة، وتظل محاولات محمودة. والدليل كمان انه مصر بتدعم مبادرة جنوب افريقيا الخاصة والاشقاء برضو الافارقة في اوكرانيا، وشوفنا كمان زيارة الوفد الافريقي كان على رأسه دكتور مصطفى مدبولي لاوكرانيا، محاولة ايضا طرح مبادرة حل إفريقية تكون فيها قدر من النزاهة والحيادية، ونحن كمان الأكثر تضررا في هذا الصراع العالمي. وبنؤكد برضو مرة أخرى أن التحرك المصري ومصر عانيتها بشكل مباشر وعدة مرات، أنه الهدف في النهاية هو الحفاظ على الدولة السودانية والشعب السوداني في المقام الأول، واستقرار السودان هو استقرار لمصر، لأنه وعدم استقرار مصر هو تهديد كبير لينا جميعا كمصريين، واقتصاديا وسياسيا وأمنيا وغير كده. فمن مصلحتنا أولا وأخيرا أنه يحدث نوع من الاستقرار والحفاظ على الشعب السوداني. ومصر قالت أنه هذه المبادرات تتماشى أيضا مع جهود المبادرة السعودية الأمريكية ومبادرة كمان الاتحاد الإفريقي، ودي محاولة أيضا مصرية باعتبارها كمان أحد القوى الفاعلة في إقليم الشرق الأوسط، وبدورها التاريخي بتساعد بشكل رئيسي في إيجاد الحل، وتسعى مع الجميع طالما السعي إلى الخير ومصلحة الشعب السوداني الشقيق. فهننتظر مؤتمر الدول جوار السودان، ولعل يكون في الخير إن شاء الله، أو يحمل مبادرة حل للأزمة السودانية اللي بتشكل ضرر كبيرا على الشعب السوداني والمصري أيضا. من ملف السودان هنروح بقى لتعقيدات وتشابكات الملفات العالمية، وكله بيلعب بكروته الخاصة في ظل استمرار الأزمة طبعا الروسية الأوكرانية وانعكاسها على كتير بقى من أزمات العالم. على سبيل المثال،
النهاردة كان اختتام أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وكانت قمة مهمة طبعا في التوقيت وفي المضمون، لأنها ناقش كتير من الملفات المهمة، وخصوصا عضوية طبعا أوكرانيا في الناتو، اللي هي كل المؤشرات بتشير أنها تتأخر بشكل أو بآخر، أو ربما يكون من غير الاستراتيجي انضمام أوكرانيا للناتو في هذا التوقيت، وده اللي رجحته كمان الولايات المتحدة. لكن عامة بتفضل التصريحات رايحة جاية، يمكن لا ما يمكنش، كلها طبعا ايه تلاعب بالألفاظ، وبتبقى احيانا اوراق ضغط، واحيانا تانية محاولة لإلقاء بعض يعني التحفيزات للجانب الآخر عشان يتحرك في مسيرة التفاوض. دي طبيعة السياسة الدولية، لكن الكل طبعا بيسعى للاستفادة او لإعادة التمركز من هذه الأزمة. ابرز برضو الاشياء انه تركيا كانت رفض عضوية السويد في الناتو لعدة اسباب، ولكن بدأ يظهر نوع من انواع المرونة في الموقف، عشان طبعا في المقابل تحصل تركيا على عضوية الاتحاد الاوروبي مقابل ان تدخل السويد او توافق تركيا على انضمام السويد للناتو. عارفين حضراتكم الانضمام للناتو لازم يكون بموافقة جميع الأعضاء، فدي برضو من المواضيع المهمة والبارزة، وكانت مطروحة بشكل رئيسي جدا في أيضا قمة الناتو النهاردة. احنا معانا من كييف الدكتور عماد أبو الرب، عضو مجلس القوميات التابع لرئاسة الوزراء الأوكراني. أهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور، دكتور عماد. طيب عمال ما يرجع دكتور عماد، لكنه كنا بنذكر برضو الموقف الاوكراني في موضوع العضوية، وقال ايضا رئيس زيلينسكي تصريحات مهمة، قال انه عدم وجود اطار زمني لعضوية اوكرانيا في الناتو هو امر سخيف، ولدرجة ان رئيس مجلس الامن القومي الاوكراني كمان قال ان قادة الحلف مش عايزين يقبلوا اوكرانيا لانهم درسوا مناهج الروس وهم اللي كاتبينها. يعني حاجة يعني انتقاد شديد اللهجة. فايضا خلينا نروح مرة اخرى لكييف والدكتور عماد ابو الرب. اهلا بيك يا دكتور. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. اهلا بيك. يعني احنا طبعا كنا بنتحدث عن قمة الناتو، والحديث قائم فيها بقوة على فكرة عضوية اوكرانيا في حلف الناتو، فيما يبدو ان النقطة دي ليست عليها اجماع غربي او اجماع من معسكر الحلفاء الغربي في فكرة الانضمام من عدمه والتوقيت ايضا. كيف ينظر الشعب الاوكراني للنقطة دي في هذا التوقيت وتأثيرها على الحرب الروسية الاوكرانية؟ بالتأكيد بداية باعتقادي أن الشعب الأوكراني ينتظر قبل أي طرف انتهاء هذه الحرب الغير مبررة، ولكن هو في ظل الحرب الموجودة والأضرار والتحديات هو بدأ يلتفت إلى قيادة السياسية والعسكرية التي تدافع عن وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية، وبالتالي هو يدعمها، وأيضا ينظر بعين أخرى إلى مواقف الناتو ومواقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا، أي الحلفاء الذين يدعموه في موقفه الدفاعي. هل هذه المواقف ستبقى معلقة على سقف محدد، أم أنها ستنطلق إلى، إن لم نقل أنها أوكرانيا جاهزة بشكل كامل للانضمام، على الأقل أن يتاح لها أن تتمكن من الحصول على ما يعينها على تحرير هذه الأراضي. الآن أوكرانيا تنظر إلى ما بعد قمة الناتو أن يكون هناك مواقف واضحة في الإعلان عن حزم جديدة من المعدات والذخائر وإيصال الأسلحة التي طلبتها ولم يتم تقديمها. ناهيكم عن النقطة، ولكن الغرب بيقول أنه تم تقديم أسلحة كثيرة للغاية وتم استخدامها في الهجوم المضاد، لكن احنا مش عارفين حتى موقف الهجوم المضاد لغاية دلوقتي، لكن فيما يبدو أنه يواجه صعوبات أيضا. بالتأكيد كل من يراهن على أن روسيا حسمت لم تحسم، أو أوكرانيا حسمت أوكرانيا لم تحسم،
الواقع لدينا، وأنا كنت قبل شهرين ونصف على حدود مدينة باخموت مع الصليب الأحمر لمعاينة الوضع الإنساني. حقيقة شهدت بنفسي أن هناك تقدم قد يكون هذا الشهر في هذه المنطقة، الشهر الآخر يكون تقدم لجهة أخرى أو الطرف الآخر، فبالتالي المسألة معقدة. وإذا رجعنا إلى ما قدم لأوكرانيا، نعم أوكرانيا تشكر وتقدر الكم الهائل والدعم الغير مسبوق لها في هذه الحرب، ولكن هذا الدعم أولا لم يكن بنفس المستوى منذ بداية الحرب، أي أنه جاء على فترات متباعدة مما أطال أمد الحرب. وينظر بعض النقاد أن هذا الأمر يعني تسبب، يعني أولا هو كان سبب رئيسي في صمود الأوكران ودفاعهم وقدرتهم على مواجهة القوة الكبيرة لروسيا، ولكن أيضا لم يصل إلى مستوى أن يصل في فترة واحدة بحيث تستطيع أوكرانيا حسم الأمر في بداية الحرب. الغريب أنه البيت الأبيض بيقول أنه كانت لدينا تصريحات، الولايات المتحدة ستعلن عن خطتها الأمنية لأوكرانيا في فعاليات الأربعاء، وبتقول أن رسالتها كانت قوية بشأن الانضمام الأوكراني إلى حلف الناتو، لكنه على الأرض هو يعني لم نجد شيئا ملموسا ولم يتم التعهد بإطار زمني حتى الدخول. بالتأكيد البعض القيادات السياسية في الناتو كما سمعناها هي كانت تتكلم عن أن أوكرانيا لديها وقت أيضا لاستكمال معايير المتطلبة للانضمام، ولكن الأغلب يعرف أن أوكرانيا يعني استجابت لأغلب هذه القوانين والمعايير. بقيت النقطة الأساس إذا كان الحديث عن الانضمام للناتو حسب ما يرى الأوكران هي فقط مسألة انهاء احتلال الأراضي الأوكرانية وانتهاء الحرب. بقية الأمور أصبحت يعني لا أقول شكلية، هي مهمة ولكن الأوكران يتقدموا فيها. أنا شخصيا شاركت في برنامج حقوق الإنسان وتغيير قوانين أو تعديل وإضافة القوانين الأوكرانية التي تخص القوميات والأقليات في الإدارة الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وكان حقيقة هناك استكمال لهذا البند وتم التصويت على الخطة التي شاركنا في إعدادها والتعديلات والتصويت من البرلمان الأوكراني، وتم اعتمادها وقدمت إلى أوروبا وأيضا أوروبا اعتمدتها، أي أن أوكرانيا في كثير من المجالات هي عدلت القوانين لتتطابق مع معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن أيضا الأمر سيبقى معلق في مواقف الاتحاد الأوروبي القادمة فيما إذا سيلتزم ويفو بما وعدوا أوكرانيا فيه، أم أن الأمر سيبقى معلق في تقديم مساعدات مستمرة. لا أعتقد أن الناتو سيتوقف عن المساعدات لأوكرانيا لأنه يجد أن مصالحه تتقاطع في المرحلة الحالية بشكل كبير جدا مع أوكرانيا. أوكرانيا تنظر أنه ليس لديها خيار وليس لديها إمكانية لوحدها أن تواجه، فعندها حليف وهو الناتو ودول أخرى تقدم المساعدة والذخائر. الناتو بدأ يتخوف من توجهات روسيا، وبالتالي أيضا هو يعتبر كلف دعم أوكرانيا وفواتير دفع هذه المساعدات. توجهات روسيا بمعنى إيه؟ التخوف من توجهات روسيا في وجهة نظر؟ كان في تصريحات يعني سيدي الكريم للسيد ميدفيديف وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي أن روسيا التاريخية حدودها إلى الفيف، وأن أوديسا وخيرسون ومدن أخرى سيتم وخاركوف سيتم أيضا ضمها إلى روسيا، وأن أوكرانيا دولة وهمية، وأن أصل روسيا هو من كييف إلى غير ذلك. روس كييف وغيره. بالضبط. فهذه التصريحات حقيقة أربكت يعني بعض القيادات السياسية، وبل على العكس جعلت بعض المترددين من الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا تخوفا من الوصول أيضا روسيا على حدود الناتو، فأيضا شعروا أن هناك يعني بديل جديد وهو ما نراه من الحرب الموجودة على الأرض الأوكرانية التي يمكن من خلال دعم أوكرانيا إبعاد الجيش الروسي عن حدود الناتو، وبنفس الوقت إضعافها في المستقبل إذا تم استنزافها بشكل أو آخر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونصلي للشعب الأوكراني إنسانيا. أولا شكرا جزيلا دكتور عماد أبو الرب عضو مجلس القوميات التابع لرئاسة الوزراء الأوكرانية، شكرا جزيلا. أيضا بينضم إلينا الأستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك يا أستاذ طارق. منور دكتور طارق. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور طارق. منور يا فندم. الله يخليك. طبعا بنتكلم عن الناتو النهارده و
الاجتماع طبعا اعمال قمه الحلف، وطبعا العالم كله بيبص لقمه الناتو دي لان في مجموعه من الملفات الشائكه والمعلقه. انا كنت بتكلم ايضا مع ضيفي من اوكرانيا حوالين النقطه الاولى، انه لم يصدر تعهد واضح واطار زمني او اي وعد نقدر نقول انه ملموس على انضمام اوكرانيا الى الناتو. في رايك لماذا تاخرت هذه الخطوه، وهل ستاتي اصلا ام كلها تهديدات في الفراغ ووعيد لروسيا ايضا في الفراغ؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. تسمعني بشكل جيد؟ اتفضل. تمام. يعني فيما يتعلق يعني بهذا ذلك اللقاء، اتصور انه لم يقدم يعني جديدا، لانه غير متصور ان يتم قبول يعني اوكرانيا في ذلك الحلف الا عندما تنتهي طبع هذه الحرب اوزارها، وريثما يتحقق ذلك يكون الحديث عن انضمام اوكرانيا وان تصبح اوكرانيا يعني عضو في حلف شمال الاطلسي الناتو. اما وان الحرب يعني دائره روحها بتلك الوتيره وهذا الشكل، فيكون الحديث يعني كلام افتراض وكلام نظري ولا ليس له يعني مردود او يعني اثار حقيقيه على ارض الواقع. وايضا عندما تنتهي يعني تلك الاستحقاقات الدستوريه والضمانات الديمقراطيه يعني ويتم اتفاق كل ذلك يكون الحديث. لكن لماذا أهمية هذا الحديث؟ هو نوع من المساومة، هو نوع من الضغط، هو نوع من يعني في تمت أوراق وتهديد، ولكن من الواضح أنه الأمر سيدور ويتمحور حول ضمانات أمنية، ضمانات دفاعية، وسائل دفاعية أكثر، أسلحة أكثر يعني كما ونوعا يتم تقديمها. كان في إعلان قريب عن المد أوكرانيا بالأسلحة العنقودية، القنابل العنقودية. بالفعل يعني من الممكن ان نتحدث، وهي خطوه غريبه يعني حتى العالم انقسم حولها، بها فيهم حلفاء امريكا يعني. بالفعل هذه الخطوه خطوه يعني غريبه، وخطوه يعني تنم وتشي بضعف، وانه ينم يعني مدفوعين دفعا الى اتخاذ يعني اجراءات حاسمه اكثر قوه مع الروس، وبذلك نتيجه ذلك الانقسام. اذا الامر سيتمحور حول تقديم مساعدات عسكريه اكثر واكبر يعني حجما وتما ونوعا مع الاوكرانيين. اما مساله يعني قبول اوكرانيا في هذا الحلف امر متابعه في هذه الفتره، ايضا يعني الحاح فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بتقديم يعني توقيتات زمنيه محدده لقبول اوكرانيا في الحلف، كل هذا يعني صرخات في الفلاه، وانه لا مردود له على ارض الواقع. الامر سيدور حول تقديم هذه المساعدات العسكريه من امريكا والاوروبيين حلف الناتو، ولكن فكره الانضمام فكره يعني غير متصوره في 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 في, في ذلك الوقت نتيجه استمرار هذه العمليات العسكريه. ولكن كما يعني اؤكد انها ورقه للمساومه، انه هل ما هي السيناريوهات المتوقعه؟ هل سيتم يعني قبول يعني سيطرة الروس على الأقاليم الأربع في مقابل انضمام ما تبقى من أوكرانيا لحلف الناتو مستقبلا؟ هل سترفع يعني الروس أيديهم بعد كل هذه التضحيات عن هذه الأقاليم في سبيل العودة مرة أخرى إلى المربع الأول ما قبل 24 من فبراير 2022 وتقديم ضمانات أمنية ترضي الجانب الروسي؟ إذا هي كلها سيناريوهات وكلها مساومات وأوراق ضغط من هنا وهناك. أما فكرة يعني قبول أوكرانيا حاليا في هذا الطاق في ذلك الطاق تبدو مستبعدة. نعم. طيب في نقطة أخرى، يمكن أوكرانيا مش هتنضم، ولكن يبدو أنه السويد على اعتاب الانضمام، وده بعد قمة ثلاثية جمعت الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أوليف كريستلسون والأمين العام للناتو ستولتنبرغ في فيلينيوس بليتوانيا، ويبدو أنه في مكاسب ستحصل عليها أنقرة في مقابل انضمام السويد للناتو. يعني شايف إزاي يعني مبادئ الديل ده عاملة إزاي؟ لو حضرتك تشرحه لنا، وإيه اللي هتستفيده أنقرة؟ هل بالفعل ورقة الاتحاد الأوروبي قادمة إليها أم ماذا يحدث؟
يعني هي في هذه هي السياسة، المساومات ويعني مكاسب هنا وخسائر هناك. والديل عبارة عن الآتي: أولا فيما يتعلق بعضوية يعني تركيا، هذا أمر قديم جديد، ولكن أتصور أن المكاسب الآنية الحالية التي تحصل عليها تركيا هو الآتي: عدم دعم السويد للجهات التي يعني يصنفها الأتراك إرهابية، أيضا فيما يتعلق يعني توجهات معينة ومكاسب آنية محددة يستفيد منها الأتراك. أما ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أتصور أنه مسار آخر يعني مغاير، يضغط الأتراك من أجل الحصول على هذا المكسب، ولكن أيضا أتصور أنه يعني بعيدا بعض الشيء أو كثيرا، ولكن هناك تمت يعني مكاسب. أمال إيه اللي تم تقديمه لتركيا؟ فيما يتعلق عدم دعم المشقين والبي بي كي ولا البي كي كي، كل هذه المتمردين الكرد بالفعل، هذه كلها مكاسب يعني تحققها تركيا. ايضا يعني ان كان الروس في منظور يعني دولي عالمي سيطروا على الاقاليم الاربعه اقليم الدنباس في شرق اوكرانيا، فها هي السويد وها هي من قبلها يعني فنلندا يعني انضمت الى حلف الناتو. اذا هناك مكاسب للغرب وهناك مكاسب ايضا والسلاح ايضا قيل سيتم تقديم صفقات سلاح لتركيا F-16، ايضا كم اعلان عن انه ممكن تكون السويد داعم لملف تركيا في الاتحاد الاوروبي. يعني برضو كلها اشياء بتكتب الان، او ملف التأشيرات على الاقل يحصل فيه تقدم بالنسبة لتركيا وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي. ممكن بيبقاش انضمام كامل، ولكن يحصل تحسن في ملف التأشيرات، وده هيدعم السياحة التركية بشكل كبير. يعني ده ما نسمعه في الكواليس. بالفعل هناك تمت مكاسب أيضا، يعني هذه الصفقات العسكرية التي تستفيد منها تركيا وتستفيد منها تستفيد حتى أوكرانيا، تم تدريب طيارين عسكريين وأيضا يعني انضمام طائرات F-16. يعني كل هذه يعني صفقات وتطور نوعي فيما يتعلق بالأبعاد الأمنية والعسكرية والاستراتيجية. أما فيما يتعلق بملفات الاقتصاد، بملفات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أيضا يعني هذا مكسب كبير، ولكنه يعني بعيد المنال وتتطلب يعني أوقات كثيرة، ويعلم الأتراك ذلك يقينا، لأنه من الصعب يعني أن دولة مسلمة، دولة كتركيا، أن تنضم للاتحاد الأوروبي. لكن ممكن أساوم وأخذ مصالح ومشي حالي وهي دي السياسة. هذه هي السياسة. بالفعل بالضبط. وطبعا في دعم ممكن يقدم، وده تم الإعلان عنه بالفعل، على الدعم في ملف الإرهاب بين السويد وتركيا، طبعا هيندرج تحت فكرة بعض المعارضات بالتأكيد، يعني وربما مصالح اقتصادية وسياسية. يعني كل ده طبعا مطروح على الطاولة، وروسيا أيضا متضايقة شوية من الموضوع ده، ولكن يعني الشطارة أنك تلعب على كل الأحبال وكل الأوتار. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي الخبير السياسي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. وخلينا نروح مع حضراتكم الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا موضوع حرق المصحف الشريف في دولة السويد اللي بتسعى للانضمام للناتو كان أثار حفيظة وغضب ملايين المسلمين، بل مليارات المسلمين في كل أنحاء العالم. وطبعا دايما بنقول ان احنا مش ضد حرية الرأي والتعبير، ولكن بنختلف في ماهيات حرية الرأي والتعبير واحترام مقدسات الغير، وده حق أصيل للجميع، وهنا بيبان الخلاف. الحقيقة انه كمان في آخر ما يتعلق بهذا الأمر، فإنه مجلس حقوق الإنسان بيتبنى قرار بيدين حرق القرآن في السويد رغم تحفظ بعض الدول، ووافق على القرار 28 دولة في المجلس من أصل 47، بالمناسبة كان منها الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الإفريقية، وامتنعت 7 دول عن التصويت، وصوتت 12 دولة ضد القرار، منهم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإنجلترا. ولكن القرار مجلس حقوق الإنسان تبع الأمم المتحدة هو بالإدانة. هناك أيضا من يسعى لغير التحركات القانونية والدولية
إلى برضو التحركات على المستوى الإنساني والثقافي والشعبي. والحقيقة أنه دولة الكويت الشقيقة والعزيزة بتقوم بدور كبير في هذا الأمر من خلال تكليف السلطات الكويتية لهيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم عفوا بطباعة 100,000 نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة السويدية وتم توزيعها في السويد كما قالت وكالة أنباء الكويت كونا، وده بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء. ويتم طباعة 100,000 نسخة من المصحف، وده الهدف منه تأكيد فكرة الرغبة في التواصل والرغبة في الحوار والرغبة في إفهام الآخر والرغبة في تقريب وجهات النظر والتعايش بين البشر جميعا. وبالمناسبة كمان المملكة العربية السعودية مشكورة من خلال مجمع الملك فهد بتقوم أيضا بطباعة القرآن الكريم بأكثر من 60 لغة بيوزع في العالم كله، وده أيضا دور محمود. النهارده بتوقف عند الخطوة الكويتية ونشجعها وندعمها، وبندعم دائما أشقائنا في دولة الكويت الشقيقة. احنا عشان كده احنا معنا الكاتب الصحفي الكويتي الأستاذ فؤاد الهاشم. نرحب بحضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. أولا نورتنا في 90 دقيقة. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. طبعا بنشكركم وبنشد على أيديكم في الخطوة اللي تم اتخاذها من هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن بطباعة 100,000 نسخة باللغة السويدية. حضرتك قرأت ازاي هذه الخطوة، وفي وجهة نظر حضرتك هل قد تساهم فعلا في مزيد من التعايش او على الاقل تشكيل رأي عام يمنع مثل تلك الحوادث اللي دائما ما بتكرر الحقيقة في هذه المنطقة من العالم؟ هو الموضوع يعني ينقسم الى على شقين، قانوني وشرعي. بالنسبه للقانون نعم، على اساس ان يعني يقال ان هذا من حريه الراي والى اخره، ولكن في نفس الوقت عندما الكويتي المسلم من اصول عربيه بطلب لحرق التوراه اعترضت الحكومه السويديه والسفاره الاسرائيليه ومنع ذلك من التنفيذ. يعني المساله اسلاموفوبيا، قلت الاسلام فقط لا غير. اما من ناحيه شرعيه فالقران محفوظ في صدور نصف مليار مسلم، والذي تم حرقه في السويد عباره عن مال ورق او كما يسمى مصحف، اي عباره عن صحف او اوراق. لكن المبادره الكويتيه اللي هي بحدود 100,000 هذه نسخه هي التي يعني قد تساهم قليلا في توضيح الصورة للسويدي غير المسلم. من يحرق القرآن هي تجربة قديمة وفعلها البريطاني سلمان رشدي قبل حوالي 40 سنة عندما صدر كتابه آيات شيطانية، وأطلق الخميني فتوى بقتله قبل 40 سنة، ونفذ هذا الاعتداء قبل حوالي سنة مواطن لبناني في نيويورك وجرح الكاتب بسكين او شيء من النوع. من يفعل ذلك ويحرق الكتب الدينيه الهدف منها هو الشهره. اذا مررتي حصل على شهره وكتابه اصبح يباع بالملايين بعد اسمها هذه الفتوى، وبالتالي هم من يلجا الى هذا الاسلوب يبحث عن الشهره والمال. هذا اذا كتبت له الحياه طويله مثل سلمان رشدي. أي فن أيضا. طب هل بالفعل بدأت هذه الخطوة وكيف سيتم توزيعها أيضا في السويد ولا في كافة أنحاء أوروبا؟ يعني اللغة السويدية يعني هذا من يتحدث فيها هم السويد فقط. أيوة بالضبط. هي اللغة اليونانية. أيوة اليونان مفهوم. وهم شعب عدده قليل 5 مليون يعني. ايوه، بالتالي سوف يتم توضيح المراكز الاسلاميه، المساجد والمدارس الاسلاميه التي يلجا اليها او يدرس فيها ابناء المسلمين، وكذلك الى جمعيات النفع العام او المجتمع المدني السويدي.
هي نقابات المحامين والصحفيين القضاة ضباط الجيش ضباط الشرطة كل من يتحدث أو السويدي غير المسلم الذي يتحدث باللغة السويدية. وهذه الخطوة هي عبارة عن زي ما تقول خطوة في هذا بحر الكراهية الموجود في أوروبا وهذا نصف الكرة الشمالي والذي يعني هذا تسبب به الكثير من أبناء المحابيل ابتداء من الظواهر وأسامة بن لادن وكل المجانين والدعاة الذين دمروا الإسلام وهم يعتقدون أنهم يخدمونه. ونتمنى أن تكون هذه الخطوة يعني اللي بتقوم بها دولة الكويت الشقيقة خطوة تعريفية وتسهم في يعني إثراء حالة الحوار والنقاش والتعريف بلغة كمان من ربما يكون عنده التباس حول الفكر والدين الإسلامي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي نورتنا. وأيضا هنروح مع حضراتكم لموضوع مهم الناحية الثقافية ومجهود كبير بتقوم بمكتبة الإسكندرية وهي أيضا مقبلة على معرضها الدولي للكتاب في نسخته 18 وهيبدأ إن شاء الله الأربعاء النهاردة ويستمر لغاية 26 يوليو بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب. وفي أكثر من 75 دار نشر بتشارك السنة دي وكمان هيبقى فيه جناح للطفل وسور الأزبكية وأنشطة متعددة. والحقيقة المكتبة نشيطة دائما في عدد كبير من الفعاليات والندوات المختلفة وأنا بحب دائما أتابع الندوات اللي بيعملوها بيحطوها على اليوتيوب بتبقى دائما فيها حوارات تراثية وتاريخية وثقافية جديرة يعني بالمتابعة. فعشان كده اسمحوا لنا أن احنا نرحب بالدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية. أهلا بك يا دكتور منورنا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا أهلا اهلا بك. طبعا انا اولا يعني وبشكل شخصي احب اشيد بسلسله الكتب الميسره خلينا نقول للشباب عن التراث الانساني اللي حضراتكم اصدرتوها يمكن من السنه اللي فاتت واطلعت على بعضها وكانت جميله جدا جدا لان بتقدم تاريخ العالم والانسانيه والفلسفه والافكار بشكل مبسط وجميل الحقيقه. ده صحيح وانا بشكر حضرتك لانه احنا وصلنا 20 كتاب دلوقتي وموجودين في المعرض ما شاء الله يعني منورين وعليهم اقبال في ال 20 كتاب من سلسله التراث الانساني دي. ايوه اسمها سلسله التراث الانسانيه للنشء والشباب. أيوة الفكره بتاعتها انه الشاب يعني هو بيكون مخه وعقله يفهم ان الدنيا دي ليست احاديه وانما بالزبط. متعدده بالظبط. في اخرين كتبوا فكروا ومن العهد القديم حتى من قبل الرسالات السماوية يعني موجود فكر وموجود ثم جاءت الرسالات أكملت الدنيا ثم جاء بعد ذلك فلاسفة وأدباء وهم الذين أناروا العالم وهم تاريخ الأفكار نفسها مهم الشباب يعرفها فالعالم بني على فكر أصلا فكده عشان يعني نخلي المقبل على هذه السلسلة يبقى يبني عقله بالطريقة المدنية الطريقة اللي بتخليه دايما يفهم انه هو ليس هو الوحيد في هذا العالم وان الدنيا متعددة وانه لا احد ايضا يسيطر على عقله وياخده في سكة معينة يقوله ده هو الصحيح وده هو الخطأ لا ده الامور متعددة والدنيا فيها تعدد وكده. فطبعا احنا بنخاف دايما من انه الفكر المتطرف دايما بيفرض وصايا وبيفرض الرأي بانه ثمة رأي واحد وفكرة واحدة هي المسيطرة على العقل. يعني احنا مش ده النشء لابد ان هو يربى بطريقة مختلفة انه الافكار متعددة والاراء متعددة والاختيارات وهو عنده القدرة على الاختيار وكده. فمهم جدا ان احنا نخليه يقرأ يعني عشان كده حرص المكتبة على انها تعمل معرض كل عام ويعني بيبقى يكمل المعرض الدولي الكبير اللي بيتعمل في مصر في شهر يناير. احنا بنعمل المعرض في شهر يوليو يعني عشان بتبقى منطقة البص يعني الوقت اللي فيه الاسكندرية تستقبل المصطفين فنتيح لهم فرصة دخول المعرض. احنا عندنا ايضا ظهور المكتبة تقريبا كل يوم بيدخل المكتبة زائرين يعني بصرف النظر عن المعرض حوالي 2000 واحد وكمان ناس بييجوا المعرض من اماكن مختلفة. بنعمل على هامش المعرض
نشاط ثقافي كبير جدا. وزي ما حضرتك اشرت اتفضل حضرتك. ممكن حضرتك تقول لنا جزء من النشاط الثقافي ده؟ لان حقيقه انا بنبسط قوي بندوات مكتبه اسكندريه وبالذات لما بتحطوها على اليوتيوب، وشفت الحقيقه تابعت على الكبير حاجات ليها علاقه باللغه العربيه وليها اشياء اخرى ليها علاقه بتاريخ اللغه الهيروغليفيه بالتاريخ المصري ببعض الفلسفات. يعني هل هنشوف الندوات دي وتذاع وتبث ايضا عن طريق السوشيال ميديا طوال ايام المعرض، ولا هيكون ايه ابرز الفعاليات؟ لا، اولا كل نشاط بيتم في المكتبه بيذاع راسا في نفس الوقت في نفس اللحظه على موقع المكتبة، ويذاع أيضا في سفارات المعرفة. سفارات المعرفة دي منتشرة في عدد كبير من الجامعات المصرية ومنشورة في موجودة في كل الجامعات الحكومية. احنا بدأنا أيضا ننشرها في الجامعات الخاصة بعد الجامعات الخاصة بتطلب، ففي نفس الوقت بتذاع في سفارات المعرفة وبعدين بتذاع بشكل دائم على موقع المكتبة. يستطيع أي شخص يدخل في أي لحظة على موقع المكتبة أنه هو يشوف الـ هذا الحدث حتى وإن فاته إن هو يشاهده في نفس لحظة إذاعته. أيوة. إحنا عندنا في النشاط الثقافي أولا هنبدأ بكرة، إحنا عندنا دلوقتي توقيع كتاب يعني في المكتبة، وعندنا بكرة الصبح النشاط الثقافي رسمي الدكتور أحمد الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. أيوة. وهو النهاردة وصل وشاركنا في افتتاح المعرض، وهو طبعا شاعر كبير وراجل طبعاً. يعني مثقف عظيم وخيمة كبيرة جدا. هي هنعمل ندوة الصبح ساعة يعني غدا أول النشاط عن مسيرته العطاء الفكري والشعري والإبداعي، وبعدين تتوالى بعد كده الأنشطة. عندنا نستطيع أن نقسمها كالآتي: أولا عندنا أنشطة ثقافية متنوعة، عندنا الاحتفال بالفائزين بجوائز الدولة زي عندنا الدكتور علي الدين هلال ده جزئية جميلة دي وهاني شنودة. يعني اللي هم واخدين جوائز الدولة نحتفل بيهم. هايل. ده من خلال ندوات ولا احتفاليات خاصة؟ خلال ندوات. من خلال ندوات يعني طبعا يعني هو جميل جدا بس واحنا نحن نقدم الندوة بنقول ده فاز بجائزة النيل، ده فاز بجائزة التقديرية وهكذا. عندنا ايضا امسيات شعرية يعني نشاط شعري، عندنا مناقشات لروايات، لانه حتى مشاهد من اليوم الاول المعرض فيه اقبال شديد جدا على شراء الروايات. يعني الرواية دايما يعني مقروءة يعني، فاحنا عاملين برضو نشاط للرواية. وعندنا جيل كلام من الشباب الروائي اللطيف طبعاً ونشاط شعري يعني في أمسيات شعرية، عندنا حوارات ما بين الأجيال، عندنا حتى ورش عمل وتدريب على يعني حتى أنشطة للأطفال. احنا عندنا في المعرض عاملين جناح للأطفال يعني الأدب الأطفال، وبتتبع في حتى الحاجات البرامج اللي عاملينها لتنمية ذكاء الأطفال وبعض الحاجات مرتبطة بلعب للأطفال وكتب للأطفال. أيوه. وعندنا أيضا سور الأزبكية سور الأزبكية الكتب القديمة يعني متعودين على سور النبي دانيال عندكم في اسكندرية، بس يعني هو كله احنا بنحيي فكرة انه بيع الكتاب القديم، لانه بيع الكتاب القديم ده مهم جدا، لانه برضه حتى في الجامعات تجد في مكان كده كل واحد مستغني عن كتاب بيحطه وممكن يطلب عليه سعر وممكن في بعض الاحيان يديه هديه وهكذا. فاحنا بنحاول ان احنا نحيي هذه الفكره ايضا في المعرض. الحقيقه المعرض في اول يوم بيه نجاح كبير جدا، واحنا على ما دخلنا افتتحنا المعرض لمده ساعه تقريبا او ساعه ونص خرجنا لقينا قدام باب المعرض اكثر من 2000 واحد مستنيين الدخول، واحنا بنعمل المعرض جميل جدا الدخول له يعني فري من غير اي تذاكر يعني عشان ما يلحقش معرض القاهره بعد كده يحضر معرض يعني ولا تذكره ولا اي حاجه. هو بيجي يتفضل يدخل، كل اللي بنعمله ان احنا عشان الاجراءات الامن ان هو لو بيحطش معاه شنطه ولا حاجه بيحطها على جهاز الامن كده بيدخل وخلاص، يعني مش اي مشكله خالص. هايل جدا، بحيث تبقى بيئه امنه لطيفه جميله وايضا صحيح تفتح صحيح. النفس للشباب الصغير كمان. طب يا دكتور احنا يعني طبعا بنبارك لحضرتك نجاح المعرض، وانا شخصيا كنت معجب بسلسله التراث الانساني وكويس ان هي تبقى موجوده ايضا في المعرض. بشجع كل الناس ان هي تقرا الاصدارات لانها معموله بعنايه. اتمنى بقى ان حضرتك تسمح لنا قريب نيجي لك المكتبه ونعمل معاك لقاء من المكتبه ونشوف اخر حضرتك والمكتبة دائما مفتوحة للإعلام والإعلاميين. على فكرة أنا مشكوركم جدا جدا، أنتم مساندين لينا مساندة كبيرة جدا وبتنشروا ده واجب علينا والله يا فندم. لا صحيح والله، لازم نفضل فيه الشكر من خلال حضرتك لكل الإعلاميين في مصر. طيب. صحفيين ورجال تلفزيون ورجال إذاعة سواء في اسكندرية وفي مصر كلها، احنا دايما لا احنا بنشكر حضرتك يعني
اشكرك يا فندم، وعايزين بقى نيجي نستكمل الدور من داخل المكتبه، يعني ممكن تكون حضرتك مشغول، هنسيبك كده اول يوم المعرض وبعد كده نجي لك لو سمحت لنا نعمل معاك لقاء. لا 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 طبعا يا فندم، ده حضرتك تنور في اي وقت يا فندم. اشكرك يا فندم، زمايلي خلاص زمايلي بقى هيرتبوا مع حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب هنروح برضو وما زلنا معاكم في اسكندريه، واسكندريه جميله، اسكندريه جميله دايما بثقافتها وبحضارتها وبتاريخها وبمعرضها اللي بيتم دلوقتي، ولكن كمان اسكندريه والبحر والصيف والغنى والسهر والكورنيش والجمال اللي ما بعده جمال. ولقينا حاجه جميله كمان بشكل خاص في اسكندريه السنه دي، او مش في السنه دي الحقيقه بقى لها كام سنه، لكنها بتتوسع في هذه الجزئيه واحنا بنركز عليها عشان نشوفها في كتير من شواطئنا بشكل عام في مصر. من الحاجات الجميله السنه دي اللي حضرتك تشوفها انه في عندنا شاطئ خاص لاستقبال ذوي الهمم، وبقى في مساحه كمان مخصصه ليهم في عدد من الشواطئ، منها شاطئ المندره وده بشكل مجاني وبوفر فيها كل الاحتياجات المتعلقه للتسهيل عليهم، سواء من الرامبات، وجود مشرفين، وجود نقط ارشاديه، وجود كمان نقط في البحر يستطيع مثلا كفيف يتكئ عليها، او يمشي حد عنده مشاكل او صعوبه في الحركه متكئ عليها، بحيث ان هم كمان من حقهم يستمتعوا في بيئه امنه ومساعده ولطيفه. وبحر اسكندريه ده حق للجميع لينا كلنا، فدي طبعا حاجه لطيفه جدا جدا. وخلونا نستقبل كمان الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية. أهلا بيك يا دكتور منورنا. أهلا بيك أحسن بيه، نورتنا فندم. أهلا بيك. الموضوع ده احنا مهتمين بيه من أكتر من سنة ما شاء الله حضراتكم يعني بتعملوه، وإحنا قول لنا بقى السنة دي كمان إيه المقدم ليهم، وهل الفكرة دي هتتوسع أكتر نشوفها في أكتر من نقطة في إسكندرية بعد كده؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت للساده المشاهدين، هي كانت اسكندريه سباقه في ان هي تعمل شاطئ خاص لذوي القدرات الخاصه، زي ما انا بحب اطلق عليهم لان هم فعلا اصحاب قدرات خاصه. الاسكندريه كانت ليها السبق في ان هي تعمل اول شاطئ لاصحاب القدرات الخاصه. السنة اللي فاتت تم افتتاحه بواسطة معالي اللواء محمد شريف قابض اسكندرية، حدث تطوير في هذا الشاطئ. هو كان بيستقبل أصحاب القدرات الخاصة من الإعاقات الحركية، أصبح دلوقتي كمان بيستقبل أصحاب القدرات الخاصة في سواء كانت إعاقات حركية أو ذهنية، جمعيات القدرات الخاصة الذهنية والحركية. كمان ضفنا عليه تم تطويره وتم إضافة ممشى خاص داخل البحر للمكفوفين. الممشى داخل البحر للمكفوفين ده عبارة عن حبلين فيهم ممر في النص، متركب فيهم أجراس عشان أصحاب القدرات الخاصة من المكفوفين يكونوا داخل البحر وهم بطريقة آمنة والأجراس جنبهم، بحيث ان لو في لا قدر الله اي خطورة، طبعا بيبقى في مرافق معاه، ولكن لو في اي خطورة بيهز الحبل جنبهم. انا كمان عارف انه في مشرفين موجودين هناك برضو، يعني اكيد طبعا طبعا، بالاضافة يعني للمشرفين اللي بتيجي مع الجمعيات احسن بيه، بيجي بيبقى موجود في الشاطئ نفسه مشرفين من تابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف. كانت توجيهات معالي اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه ان احنا عايزين نطور هذا الشاطئ، بحيث ان هو السنه اللي فاتت استقبل 196 جمعيه باجمالي حوالي 30,000 فرد من جميل طبعا الهمم. كويس، فاحنا السنه دي ان شاء الله بنطور فيه. طبعا كل ده من خلال توجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام باصحاب القدرات الخاصه اللي احنا بنحب نطلق عليهم قادرون باختلاف. حتى اليوم احنا في اسكندريه استقبلنا 45 جمعيه باجمالي حوالي 3438 فرد من ابنائنا.
كان من بينهم 230 من المكفوفين. هايل جدا. طيب التطوير اللي هيتعمل السنه دي ان احنا حاليا دلوقتي بندرس نعمل الشاطئ ده موجود في المنظره زي ما اتفضلت حضرتك وقلت. احنا دلوقتي بندرس مكان امن في غرب اسكندريه شواطئ العجمي اللي هي موجوده في غرب بيطاش والهانوفيل. بنحاول نوجد طبعا لطبيعه الشواطئ هناك والبحر هناك مفتوح، فبنحاول نوجد مكان يكون امن نقدر نعمل فيه شاطئ تاني لذوي الهمم في غرب اسكندريه. عايزين اكتر من شاطئ والله عشان التجربه تبقى معديه لغيرها من المحافظات كمان. عايزين نتوسع في التجربه دي، والتجربه دي واضح ان هي انا شفت صور كتير كمان لابنائنا هناك هم مبسوطين، فده شيء لطيف خالص. عايز بس اسالك كمان على حاجه تانية، بما ان حضرتك بقى معانا وطبعا بنحييكوا على التجربه دي وان شاء الله تستمر بمزيد من التوسع، طمنا بقى على مصايف اسكندريه السنه دي. احنا في ذروه الموسم زي ما بيقولوا، واخبار السياحه في اسكندريه عامله ايه، واهالينا في اسكندريه عاملين ايه على البحر الايام دي، طمنا كده شويه. والله بفضل ربنا عشان بيه احنا استقبلنا مليون زائر في خلال عيد الاضحى المبارك. كان ارتادوا شواطئ جميع شواطئ اسكندريه شرقا وغربا. طبعا لان بعد عيد الاضحى كان في استكمال لاعمال امتحانات الثانويه العامه، فانخفض العدد شويه، ومتوقع ان شاء الله فور الانتهاء يمكن بكره هتنتهي امتحانات الثانويه العامه. نتمنى النجاح لابنائنا كلهم في امتحانات الثانويه العامه، فان شاء الله من المتوقع يوم الجمعه القادم تشهد اسكندريه اقبال كبير او بدء بقى فعلا البدء الفعلي لموسم الصيف في مدينه اسكندريه، هيبتدي من يوم الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. زي ما حضراتكم كلكم عارفين وحضرتك تعلم، احنا عندنا 65 شاطئ في اسكندريه، 2 شاطئ مجاني، ويمكن هو بعدين بقى داخلين على اجازه 23 يوليو برضه واثراء السنه الهجريه، هيبقى عندكم ويك اند لونج ويك اند، ده هيبقى فيه زحمه كتير خميس جمعه سبت حد، فهتلاقوا بقى تدفق كبير باذن الله. وعندنا يعني جميع مستويات الشواطئ موجوده، الشواطئ المجانيه، شواطئ قيمه تذكره فيها ب 5 جنيه مجرد الفرد او المواطن بيدخل بيدفع 5 جنيه للفرد، بياخد بيهم شمسيه، بياخد بيهم كرسي، بياخد بيهم ترابيزه، الاستخدام الحمامات وغرف خلع الملابس مجانا. بعد طيب. كده شواطئ مميزه بتبقى ب 15 جنيه و5 يعني اقصى جميل. حاجه 25 جنيه. طيب بالنسبه بقى لشاطئ النخيل والعجمي وكده، احنا سامعين دلوقتي انه في اعمال تطوير في شاطئ النخيل والمنطقه دي، فلو حضرتك برضو تدينا معلومات عنها، وهل هتشتغل الصيف ده ولا لسه الصيف اللي بعده ولا ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك يعني خبر ان شاطئ النخيل بالفعل اشتغل. كان اول بدايه شغله في بدايه عيد الاضحى المبارك اللي فات، اول يوم عيد الاضحى كان شغال. وبرضه يعني تحيه شكر وتقدير للواء محمد شريف لانه اخذ على عاتقه عبء تشغيل هذا الشاطئ بطريقه امنه. فتم فيه بروتوكول تعاون بين طمنا على موضوع الطريقه امنه دي، مش عايزين بقى نسمع حوادث تقل مزاجنا ومزاج كمان المصطفين يعني باذن الله. انا بقول لحضرتك كان في بروتوكول تعاون بين محافظه اسكندريه وبين الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، اللي بحب اتوجه له برضه بالشكر والتقدير برئاسه كابتن سامح الشاذلي، لان وضعوا خطه تامين لهذا الشاطئ واشتراطات مهمه جدا عشان يبقى السباحه امنه للساده المواطنين في هذا الشاطئ. خطه التامين بسريعا كده بتحتوي على تواجد 32 فرد انقاذ، 4 جيت سكي، خطوط عايمه بتحدد الاماكن الامنه المسموح بها في السباحه، الحواجز اللي موجوده داخل البحر تم وضع افراد انقاذ عليها، حوالي 20 لوحه ارشاديه بتوضح للساده المصطفين الاماكن اللي مسموح بها والاماكن المحظور السباحه فيها، تعليمات استخدام الشاطئ اللي احنا بنهيب بيه للساده المواطنين وزائري الاسكندريه ان احنا نلتزم بالتعليمات لافراد الانقاذ وللمشرفين اللي موجودين على الشواطئ، لان هو في الاول وفي الاخر هذه التعليمات حرصا على حياه حضراتكم.
خوفا على حياة حضراتكم لسلامة المواطنين. أما بنقول إن البحر مقفول زي ما كان اليومين اللي فاتوا كده، البحر كان مقفول نظرا لأن كانت حالة جوية كانت صعبة شوية وسرعة الرياح عالية، ارتفاع الأمواج كبير. فأما بنقول البحر مقفول يبقى ده احنا بنقول كده عشان حفاظا على حياتكم وحرصا على حياتكم. فاللي أنا بهيب بيه إن السادة المواطنين بس يلتزموا بالتعليمات وبالإرشادات اللي بيتم إلقائها من خلال أفراد الإنقاذ أو من المشرفين بتوع الشواطئ. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وطبعا هنتابع معاك ملف طبعا المصايف والشواطئ المصرية واحنا في ذروة الصيف، واسكندرية خلاص بعد الثانوية العامة هتبقى مليئة بالمصطفين إن شاء الله ينبسطوا السنة دي. واضح انه في كمان شغل معمول في الشواطئ، هنشوف ردود الفعل عامله ازاي كمان طبعا مع موسم الصيف السنه دي. هنروح حضراتكم بقى لموضوع تاني. النهارده كشفت وزاره التضامن الاجتماعي عن حجم النفقه اللي بتصرف للسيدات المطلقات من قبل صندوق لتامين الاسره التابع لبنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم. الصندوق بيقول أنه على مدار 9 سنوات ماضية بداية من عام 2014 حتى 2023 بتقول وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها أنه التكلفة الإجمالية بلغت تقريبا حوالي 6.5 مليار جنيه لتغطية أحكام نفقة السيدات المطلقات وأطفالهن، وده لمده او لاكثر من تقريبا 315 الف سيده سواء كانوا من المطلقات او من تم هجرهن، وده طبعا من خلال تامين الاسره تحت مظله بنك ناصر الاجتماعي. انا عايز اتوقف عند دلالات هذا الرقم، وهل يعتبر رقم كبير او قليل بالنسبه للاعداد، واحنا عارفين انه احنا كمان عندنا نسبة الطلاق في مصر ليست بالقليلة وهي واحدة من النسب الكبرى. فإحنا معنا الدكتور هشام وحيد مدير العام للإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعي. أهلا بك يا فندم منورنا. أهلا وسهلا سمبي، أهلا بحضرتك وأهلا سادة المشاهدين. يعني طول عمر بنك ناصر ليه دور تاريخي واجتماعي مهم للغاية، ولكن أنا عايز أتوقف معك عن دلالات هذا الرقم. هل الرقم ده بالنسبة لمدة بيعتبر رقم كبير، ولا ده الرقم أو المعدلات الطبيعية التقليدية اللي بنسير عليها، مع الأخذ في الاعتبار إن إحنا لدينا معدل للطلاق في مصر مرتفع، فحضرتك قرأت إزاي هذا الرقم؟ لا والله يا فندم، هو طبعًا هو رقم مش صغير، ولكن بس عاوز أوضح نقطة مهمة إن إحنا بس مش بنصرف للمطلقات أو المهجرات ناصر والأطفال. هو بالظبط هو صندوق تأمين الأسرة يدعى بنك ناصر، إنشاؤه في 2004، سنة 2004 حتى الآن. بيتولى تنفيذ الأحكام الصادرة لأفراد الأسرة جميعا، سواء زوجة، مطلقة، أبناء، والوالدين كمان، يعني مش بس المطلقات. هو بس اشتهر بصندوق المطلقات ولكن شامل جميع أفراد الأسرة والمهجرات ومن يتم طبعا إحنا بالضبط. إحنا أنا مش حاسس رقم كبير، يعني هو رقم يبان كبير، لكن لما بحط رقم ده مقارنة بالنسب اللي بنشوفها ويتم الإعلان عنها بحس أنه مش رقم كبير برضو. وإنت إيه رأي حضرتك كواقع خبرة؟ يعني ما هو مش رقم كبير عشان هو ما بيتولاش صرف النفقات لجميع المطلقات او جميع المهجورات او الافراد كلها، بالعكس احنا بنتولى تنفيذ احكام. فكل من يصدر لها حكم ويرغب في التقدم لصندوق تامين الاسره النفقه ان هو تعذر عليه ان يتحصل عليها من المدين شخصيا يلجا لبنك ناصر، على اساس ده دخل ثابت بالنسبه له. بنك ناصر بيتولى صرف او من خلال صندوق تامين الاسره طبعا صرف هذه المبالغ. احنا صرفنا طبعا تقريبا عدد 325 الف مستفيد، 325 الف حكم لصالح 508 الف مستفيد من صندوق تامين الاسره بالمبلغ اللي حضرتك قلت عليه فضلت اشرت ليه، هو 6 مليار و3 من 10 تقريبا. فطبعا هو المبلغ مش كبير، ولكنه انت عارف تعلم حضرتك ان بنك ناصر او صندوق تامين الاسره يتولى صرف النفقات في حدود حد اقصى، على اساس انه يتولى صار كفاله الاسره المصريه دي او الدول المطلقه او الزوجه او الابناء الوالدين في حدود نسب معينه عشان يكفي جميع افراد الاسره المصريه وجميع الاحكام اللي بتتقدم. ولكن صندوق الاسره يعني حتى الان هو يتولى صرف هذه النفقات، واحنا بنصرف تقريبا في الشهر تقريبا مليون جنيه شهريا. ايوه
طب هل ممكن هذا الرقم ودلالته يقول لنا برضو 100 مليون لان انا كما قرات انه في 315 الف سيده استفادوا من الموضوع ده على مدار السنوات السبعه الماضيه. هل الرقم ده بيديها مؤشر برضو حوالين انه في برضو خلينا نقول مش عايز اكون متحامل ولكنه في تقاعس برضو رجولي شويه في هذه القضايا في المجتمع المصري ولا ايه راي حضرتك؟ دي حقيقة يا فندم، احنا بنواجه الموضوع ده في كل الاحكام تقدم لنا، في تهرب شديد من المحكوم ضدهم من المسؤولية يعني. بالظبط، في تهرب شديد يعني، احنا حتى لما نتوصل للمدينة عشان يسدد بيحصل تهرب ويحصل تلاعب، ان احنا بيغير محل اقامته باستمرار، بنحاول نوصل له بكل الطرق ولكنه بيتهرب فعلا. طبعا مش الجميع، في بعض الحالات عند الوصول اليهم بيسارعوا بسداد النفقة، بس احنا طبعا في حزبه من لكن في اسئله بتتهرب باساليب قانونيه كمان احيانا، وعمليه بتروح وتسال وتثبت الدخل ويعني عمليه معقده وقاسيه للغايه. والدليل على كده يا فندم ان احنا صرفنا 6 مليار و3 من عشرة، احنا نص المديونيه لم تحصل حتى تاريخه. نص المديونيه تقريبا يعني احنا دي دلاله مهمه، يبقى هو فعلا في برضه يعني برضو ده خلينا ناخد بالنا انه يا جماعه الزواج دي مسؤوليه والاطفال دي مسؤوليه كبيره، والمتقاعس او الهارب منها ده حسابه عسير عند ربنا. بالظبط، عند ربنا طبعا، واحنا ما بنوقفش كده، فان احنا بناخد اجراءات توصل لحد الحبس، يحبس المدينه علشان يسدد هذه المديونيه. انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، وبنك مصر ليه دور مهم واساسي، ومرة تانية بندين هذا التقاعس وهذا الجبن يعني البعيد عن أي شعائر إسلامية أو دينية أو إنسانية بكل المقاييس، يعني لأنه ناس كتير الحقيقة بتتعب بشكل خاص، وبالذات من يتعلقوا للهجرة، وبعضهم كمان بتبقى سيدات مطلقات وبيتم تطليقهن أو الهجر ليهم وهم في حالة مرض زي مرض السرطان أو أمراض مستعصية. فالواحد بيشوف وبيسمع أخبار الحقيقة بتزعل الواحد وبتكسره نفسيا، لما بنسمع عن التقاعس والجبن في أنك تجيب يعني ابنك في الآخر أنه يلجأ أصلا لبنك ناصر أو غيره عشان يحصل على حقه من والده. أعتقد أنه ده شيء مؤسف. وفي حديث عن الرسول بئس أمر الفردي إن ضيع أسرته، فيعني برضو من الأحاديث اللي لازم ناخدها في الاعتبار. هنروح معاكم لقصة أخرى في وقت القصة دي ولا نروح لفاصل أول؟ طيب هناخد كمان القصة دي، قصة مهمة أيضا، وهي قصة يعني فيها برضو جزء حزين ولكن لازم نتوقف عندها لأن دي متعلقة بالسيدة أو الأستاذة ماجدة. والأستاذة ماجدة هي ست فاضلة وست ذات قلب كبير، كانت متبنية بنت لمدة 11 سنة، لكن في مرحلة ما لما كبرت البنت دي كما فهمنا بدأت تدخل في بعض التعقيدات، بعض المشكلات اللي ليها علاقة بفترة المراهقة. تمرد المراهقين شيء معروف دائما. الست ماجدة راحت لوزارة التضامن وحكت لها تفاصيل اللي حصل معاها، فيما يبدو ان هي كانت بتلجأ للوزارة لمحاولة الفهم كيف تتعامل مع الموضوع. فوزارة التضامن قررت ان هي كما فهمنا وهنستفهم اكتر انها تسحب منها البنت. الكلام ده بقى له شهر، فالبنت اتاخدت منها ورجعت تاني لدور الرعاية. وانا بحب اقول لفظ دور الرعاية مش دور ايتام، هي دور رعاية. والسيدة ماجدة وجوزها طبعا في حالة نفسية سيئة جدا جدا، ونفسهم ان البنت ترجع مرة تانية، وبيحاولوا يتواصلوا مع الوزارة وبيقولوا ان الوزارة حتى رفض ان هم يشوفوها. ما هي حقيقة هذا الامر؟ البنوتة اسمها مريم. في نهاية الامر لازم نبقى حريصين على مريم البنوتة دي ومصلحتها، سواء مع الاسرة او مع دور الرعاية. لكن ايه هو الحل الانسب وازاي نحافظ على نفسية البنت دي ونحافظ كمان على الأسرة، خاصة ان هم بقالهم 11 سنة مع بعض، فده برضو رقم مش قليل خالص ولازم يؤخذ في الاعتبار. احنا معانا الأستاذ علاء عبد العاطي مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي. اهلا بك يا فندم، منورنا.
اهلا بحضرتك حسام بيه، ومساء الخير على سيادتك وعلى جميع مشاهدين برنامج سيادتك الكرام. ويعني انا شاكر لحضرتك جدا كممثل لوزاره التضامن الاجتماعي، لان احنا بنتكلم في قضيه طبعا مهمه وتهم كثير من الناس، وهي اطفالنا ابنائنا المحرومين من الرعايه الاسريه، وهم ابناء وزاره التضامن الاجتماعي في المقام الاول. واسمح لي اخد من كلام سيادتك وابناء البلد. طبعا ما هي وزاره التضامن الاجتماعي هي البلد، هي ممثل عن الدوله يعني. اسمح لي بس اخد من كلام سعادتك واخر جمله حضرتك قلتها، ان يهمنا في المقام الاول مصلحه الطفله. بالظبط، احنا كلنا بنشتغل في هذه المنظومه وفقا لقانون الطفل المصري، وفقا لما يحقق المصلحه الفضله للطفل. فانتوا هنا... الواقعة دي جت لكم صح يعني؟ بالفعل. بالفعل، وعندنا بحثتوا فيها؟ طبعا. ايه وجدتوا ايه بقى؟ انا لم اوجه اتهام لاي شخص بالمناسبه، انا حضرت الموضوع بمنتهى الحياديه. بالظبط، هو ما فيش اي اتهام خالص. هي الموضوع ان احنا بنشتغل وفقا ما يحقق المصلحه الفضله للاطفال، وده مبدا اساسي من مبادئ اللي قائم عليها قانون الطفل المصري. فبالتالي احنا كوزاره التضامن الاجتماعي بيهمنا اولا واخيرا الحفاظ على ابنائنا، سواء في الاسر كفله او في دور الرعايه الاجتماعيه. في الحاله دي ازاي؟ انا فاهمه ان الاسره هي اللي لجأت ليكم. الاسره لجأت لينا لعوده الابنه، مش لجأت لينا لارجاع الابنه، يعني في فرق. هي الاسره استلمت الابنه من عام 2012 تمام، وهي كانت رضيعه ومكثت لدى الاسره حوالي 4 سنوات، ومتى تم عمرها عام 4 سنوات قامت الاسره بارجاع الطفله لمديريه التضامن الاجتماعي الاسماعيليه مره اخرى بـ 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 لاسباب تكاد تكون في سلوكيات الطفل. وبالتالي تكاد تكون فين؟ في سلوكيات خاصة بالطفلة يعني. وهي عندها 4 سنين أول مرة. الكلام ده عام 2016، أنا بكلم حضرتك تاريخ تطوري للحالة. فتم إرجاع الطفلة ومكثت لدينا داخل الدار لمدة عام. رجعت الأسرة مرة أخرى في عام 2017 طلبت إنها ترجع وتستعيد الطفلة. وبعد محاولات كبيرة من الأسرة تم عودة الطفلة للأسرة مرة أخرى. ومكثت معاهم حتى تمت عامها 11 وهو هذا العام تمام، وبرضو رجعت الأسرة تاني، لجأت للمديرية أنا مش عايزة البنت لسلوكيات معينة. قمنا بدورنا كوزارة التضامن الاجتماعي بتوجيه أوجه الدعم النفسي. بس هو مش معلش النقطة دي، بس هو هي الموضوع مش لعبة، وأنا عايز مش ما هو ده شيء يدمر نفسية أي إنسان إنك تتخلى عنه وترجع تطلبه، ده ما احنا بنهزر حاجه، فده يعني صعب. وانا مش بوجه ده للاسره، بس انا بستفهم اطلاقا. انا بقول لحضرتك وقائع حقيقيه، انا بقول لحضرتك وقائع، مش بتكلم على ادانات، انا بتكلم على وقائع حصلت بالفعل تمام. فبالتالي تم توجيه اوجه الدعم النفسي والاجتماعي من قبل وزاره التضامن الاجتماعي، متمثله في مكون اداره الحاله، واحنا عندنا مكون لاداره الحاله في مجموعه من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بينزلوا يعملوا دعم اجتماعي ونفسي للبنت تمام. وبالتالي الأسرة أصرت إصرار على عدم على عودة الطفلة تاني للدرعي، ومن هنا تم عرض هذا الأمر على اللجنة العليا للأسر البديلة، واللجنة العليا للأسر البديلة دي لجنة مركزية داخل وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة السيد المستشار القانوني للوزارة وعضوية جميع الهيئات في الدولة المعنية بالطفولة، منها وزارة التربية والتعليم، ومنها وزارة الصحة، ومنها وزارة الداخلية، ومنها وزارة العدل، ومنها وزارة الخارجية، ومنها الأوقاف، وزارة الأوقاف، وزارة التربية والتعليم، والجمعيات المجتمع المدني، والأزهر موجود ممثل. ووصلتوا ان انتم مش هتقدروا ترجعوها تاني. فلما عشان بس لازم اخرج فاصل الاذان معلش تمام. لما بحثنا هذا الامر وطلع قرار اللجنه بسحب الطفله وقيام الاسره بدفع الغرامه، وبالفعل قامت الاسره بدفع الغرامه في دفتر توفير الطفله، المبلغ وهو مقدر ب 10,000 جنيه، وتم عوده الطفله مره اخرى. وحاليا الطفله في وضع مستقر جدا داخل الدار، بل بالعكس بيتعمل معاها التدخلات النفسيه والاجتماعيه، نفسيتها احسن يعني بشكل رائع وبشكل مستمر. طيب وتقارير ده اللي يعنينا، وده ما قلت انه في لجنه متخصصه تابعتوا فيها الكل، فده شيء كمان محمود ومشكور من الازهر الشريف. انا بعتذر ليك وبشكرك على هذا المجهود، وكمان فكره انك ترجع حد وهي مش لعبه، يعني نفوس الناس مش لعبه، حتى لو كانت ان هي صادقه وطيبه. خلونا نروح محركم الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل في 90 دقيقه. خليكم معانا دايما. انا عاجبني بدايه النقاش ده
وهناخده بشكل ايجابي في داخل النقاش. لكن طبعا طبعا واحنا مش جايين نعمل خناقه ولا اي شيء، بالعكس احنا بنناقش حاله. طبعا طبعا خلينا اقول لكم احنا عايزين نناقش ايه. احنا بقالنا فتره الحمد لله، وده شيء لطيف ومحمود، ان احنا القوى الفنيه بتاعتنا بتتحرك في بعض الاتجاهات لمناقشه بعض القضايا الاجتماعيه اللي احيانا بتبقى حساسه، وبتقدمها بشكل في قدر من التشريح واحيانا قدر من الواقعيه الصادمة اللي بنحتاجها أحيانا لمعالجة بعض الأمور. ناس كتير قوي بتتابع مسلسل ليه لأ، خاصة في جزء التالت بطولة الفنانة نيلي كريم ومجموعة أو كوكبة كبيرة الحقيقة من النجوم والفنانين، وأنا مش عايز أنسى حد. فيمكن نقول لكم إنه طبعا برضو الفنانة الكبيرة عايدة رياض، الأستاذ صلاح عبد الله، معتز هامشم، أحمد طارق، وهو من إخراج نادين خان، وتأليف ورشة سرد، وعودتنا ورشة سرد على الفترة اللي فاتت، وكان ليهم عمل مهم في رمضان الهرشة السبعة، كان متعلق أيضا بالقضايا التوعوية لها علاقة بالزواج. وطبعا مشرف على الكتابة الأستاذة مريم نعوم، وفكرة سارة الطبجي، وسيناريو وحوار سارة الطبجي وسلمى عبد الوهاب وبولا ثابت وإيمان صلاح. بنحيي كل أفراد المسلسل، وما بيبقى فيه مسلسل دايما بيستفزك للتفكير فده شيء محمود، واحنا عايزين نستفز كلنا جميعا في التفكير، لان المسلسل اللي ما تابعوش طرح نقطة متعلقة بحقوق المرأة المصرية المطلقة او اللي تم هجرها، وقدم اكتر من نموذج سواء للست اللي بترغب في بداية حياة جديدة ولكن في قيود اجتماعية وقيود متعلقة أيضا بأسرتها. الأبناء بيشوفوا الموضوع إزاي، وبعضهم بيرفض وبعضهم بيبقى شديد القسوة في الرفض، وبنشوف ده في خلال المسلسل. بنشوف سيدة ورجل آخر مطلقين ولجأوا للزواج لكن من غير ما يقولوا لعائلاتهم، عشان بالنسبة لهم وجع دماغ أو مسؤولية أو عايزين يجنبوا نفسهم المشاكل. لكن النموذج ده احيانا بيكون نموذج مرفوض برضو لبعض اخر. احنا ما بنعملش حاجة في السر يعني، ليه ممكن نظره من ده حق. ونموذج اخر لسيدة مطلقة بتشوف طب انا ايه اللي جابرني على كده، ما انتوا كلكم مش مبسوطين، وكل ومبدأ لو بدأت مرحلة جديدة او زواج جديد ما هيكون ايضا معاه مشاكل جديدة، وكفاية المشاكل اللي انا شفتها في الاول. فدي نماذج مختلفة تم تقدمها في المسلسل عشان تكون بداية نقاشنا. وخلوني أرحب بالأستاذ عبير سليمان، الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة. منورة يا فندم. تحياتي لحضرتك، قابلنا في كتير في قضايا جدلية قبل كده. اتشرفت. والأستاذ إسلام إناوي المحامي طبعا بالنقد، نورتنا يا فندم. أهلا بحضرتك. بس لأن الموضوع ليه برضو شق متعلق بالقانون والعيب القانونية أحيانا لو جاز التعبير، وشق ايضا اجتماعي ونفسي وتربوي. وانا هبدأ مع حضرتك. هو يعني احنا من زمان قوي بنسمع عن الامثلة الشعبية والقيود الاجتماعية اللي احيانا بنحطها، وهي حتى الدين لم يعني براء منها لكن الواحد كان متخيل ان احنا قطعنا اشواط طويلة في تغيير الصورة النمطية دي. هل احنا فعلا وصلنا لمنطقة كويسة، ولا لسه الصور النمطية التقليدية انه اللي جربت مرة واحدة وخلاص، او انه الست مطلقة هي ست منبوذة، او الست مطلقة ملهاش حق ان هي تبدأ. يعني كنت متخيل ان احنا الموضوع ده اصبح او قرب تراث، اصبح يكون تراث. لكن اكتشفت انه لسه موجود. ده حقيقي، وفي بعض الطبقات المتعلمه المستنيره. ده حقيقي. خليني احييك الاول على بدايه او استهلالك لطرح القضيه دي بالجزء الاجتماعي الرجعي. ازاي احنا في مجتمع بيتطور بشكل سريع جدا، ولسه نظرتنا للمراه والحياة الاجتماعية فيها تخلف وفيها رجعية، علما انها ملهاش علاقة بالدين. الدين بيدعم بشكل حقيقي الوضوح، الصراحة، العفة، الكرامة. العفة والكرامة والاخلاق والشرف بتقول العلانية. النساء المؤمنات تزوجوا مرة واثنين وثلاثة، فمفيش علاقة خالص بين ان في سطوة او مصادرة على المرأة والدين. أيوة. الدين حر. المجتمع هو اللي مش حر. وحضرتك اشرتي امهات المؤمنين يعني. أيوة. تزوجوا وبعضهم طلق وتزوجوا الرسول، يعني الزواج حلال زي ام سلمة يعني. بالظبط، الزواج حلال والطلاق حلال. اللي مش حلال واللي غلط
واللي احنا بيجي لنا مآخذ عليه كل الكيموفلاشات كل الكواليس ان الست تعيش حياة مزيفة حياة خفية عشان ترضي الأطراف ما لهمش علاقة خالص بالزواج بزوجتها هي ولا تعف نفسها أو تقعد قابعة عشان إرضاء أطراف مش هيكونوا موجودين معاها أصلا. العفة والكرامة والشرف إن المجتمع يدعم المرأة أن يكون لها حصن يكون لها رجل يكون لها ما لديها يعني ما لديها من حق تمارس حقها الإنساني يعني يكون عندها شخص شريك حقيقي على مستوى المشاعر والمستوى الحسي والمستوى الاجتماعي. لكن فكرة النظرة للمرأة إنها تمثال أو جماد ده أمر غير منطقي. كمان المسلسل مش بيفجر بس قضية إن المرأة من حقها أنها تتجوز بعد الزواج لا هو بيفجر قضية إن كل الناس متدخلة في الجواز. يعني تخيل حضرتك إن أنا أبقى أم الأبناء هم يملكوا حرية تامة إن هم يختاروا شريك حياتهم وأنا لا أملك. أنا لا أملك إن أنا أعرف شخص وأقترب منه وأختاره وأقرر إن أنا أرتبط. ليه أخ ليه أب ليه خال ليه عم هم المتدخلين في قراري. وليه ابن وليه ابن قبل كل ده هو زي زوجي هو اللي بيصادر على قراراتي ويمكن يغير لوجود راجل تاني ويمكن يشعر بالإهانة لرجولته. وده حصل. وانا وهنا ودي النقطة اللي احنا دخلها ايضا في التربية يعني ده حقيقي. احنا بنشوف كمان انه هي تتحمل جزء من هذه المسؤولية ان هي ربته كده. الحقيقة التربية الاعتمادية التربية الخاطئة ان الشعور دايما المرأة انها مضحية إلى ما لا نهاية أمر خاطئ. المرأة لابد أن تعلم أبنائها إن هي جزء من الأسرة كل حياتها ليها ليهم وده ضروري ولكن هي لا تفنى من أجل أبنائها. يعني فكرة التلاشي إنها مش موجودة دي لابد أنها تتغير على المجتمع وإحنا اللي بنعززها للأسف الشديد. يعني المجتمع هو اللي بيعزز الفجور والفواحش وبعض الكواليس احنا اللي بنعززها بشكل او باخر. يعني الجواز العرفي ده ازاي لم يتم تجريمه الى الان؟ احنا دوله مدنيه. الممارسه هي اللي بتقول الجواز العرفي ده شكله بعيد عن الحلال قانوني. دي نقطه ثانيه. انا مش شيخ. في ممارسات للعرفيه تدان ولابد من تجريمها والا نبقى مجتمع. طيب في المسلسل يبقى مجتمع دايوس بالمناسبه. في المسلسل يعني احنا مش مفروض نشوف. طبعا ما بنعممش احنا نبقى مجتمع دايوس لو شفنا ممارسات لا اخلاقيه تستغل بنود وبعض المظلات الدينيه لممارسه امور غير شرعيه. وده على فكره كل النساء مفهوم ده من امثله يعني زواج المسيار والحاجات جواز المسيار وجواز المتعه وجواز على الورق غير معلن. بس حصل في الجواز غير معلن مش جواز. طب احنا في المسلسل اركان الجواز الاعلان. طب احنا في المسلسل شفنا كمان نموذج للست والرجل وام المطلق لجأوا لشكل من اشكال العرفيه يعني مش يعني تزوجوا عادي بس قالوا ناس قليله جدا ومنعوا الموضوع عن اولادهم من الخوف من الرعب. هو احنا عاملين بانيك وعاملين رعب للافراد. الست المطلقة شايلة حمل اكبر من قدرتها. هي لازم تواجه الرجال لازم تحصن نفسها من الرجال. لو نزلت الشغل لازم تقول ان انا متجوزة تحط دبلة وهمية يعني بتكذب بتدعي عشان تفضل بكرامتها. ليه احنا مش محتاجين ده؟ احنا محتاجين نربي ونحصن المجتمع. الراجل لابد ان يحترم المرأة ايا كانت متزوجة غير متزوجة. المرأة حرة انها تتزوج مرة واثنين وثلاثة طالما تملك القدرة على الاختيار الصحيح السليم والسلوك السوي. يعني مش واخدها تجارة مش كل ثلاث شهور بتتجوز. ما ينفعش تقولي ان الجواز حلال فكل شوية الاقي ست متجوزة واحد بعد ست شهور بتغيره. ولا راجل واخد الجواز حلال كل شوية كل سنة الجواز ديمومة استمرار نوع من انواع المشاركة الحقيقية. احنا مفروض ندعم الست ده مش نرهبها. الشباب ما بيقدموش على الزواج بسبب ايه؟ البنات ما بيقدموش على الزواج بسبب ايه؟ اسباب كتيره والله. هنيجي اول سبب السيوله في العلاقات. يعني ايه؟ طيب. سيوله في العلاقات. طيب دي يعني في نوع من انواع العلاقات غير المبرره وغير اللي فيها نمط سليم وسوي توكسيك. لا سوي احنا عارفين ان في ارتباط خطوبه جواز
لازم كلنا نمشي في الاجراءات دي، لكن طيب فكره العلاقات الفريند وكده دي غريبه عن مجتمعنا. حتى بس انا ما اقدرش، انا ما اقدرش احكم على حد برضو. انا لا ضد في صحوبيه ولا لا، احنا هنقعد نضحك على بعض؟ طبعا وكل واحد الصحوبيه مش بتاعتنا يا استاذ حسام، وكل واحد حر في النهايه. لا مش حر، الصحوبيه مش بتاعتنا دي، بتنال من كرامه بناتنا. انا عندي بنت، يعني لو جت قالت لي انا مصاحبه هعمل ايه؟ هكسر عظمها. يعني ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، بس هو مش واقعي. ما هو عشان مش واقعي يبقى احنا عملنا ايه يعني يا استاذ حسام؟ لا بشجع ولا بودين، بس هو مش واقعي. مش واقعي ان احنا يعني ايه نلفظ الصحوبيه، لا واقعي. طيب بس انا مش عايز اخرج عن فكره برضو فكره المسلسل ومناقشه قضايا طبعا السيده المطلقه ولها كل التقدير والاعزاز. النهارده يعني اسمح لي استاذ اسلام، كنا بالمصادفه يعني كان في خبر عن بنك نصر الاجتماعي، وكان بيقول لي يعني مدير البرنامج طبعا المتعلق بصرف الاعانات للمطلقات وغيره، وهم طبعا بيلاحقوا كثير من الرجاله اللي هربانه واللي مش عارفين يثبتوا طبعا دخلهم ومش عايزين يدفعوا النفقه، بيقول لي ما بنقدرش نحصل على حتى نص المبالغ ده. مش بالنسبه لك ده ممكن يكون موضوع كاشف شويه وعربطه بفكره السيده المطلقه دائما من واقع جلسات بقى وحضرتك يعني اكيد حضرت كتير، هل بيبقى دايما الست المطلقه عليها ضغط اكبر بكثير من الرجل المطلق او المطلق ايضا؟ وانعكاس ده كمان بشكل قانوني، يعني احيانا بيكون في ضغط قانوني اكبر على الست منها على الرجل، بتشوف ده ازاي؟ طبعا في البدايه يجب ان احنا نعترف ان نسبة الطلاق في المجتمع المصري ازدادت بنسبة كبيرة، وخصوصا في الآونة الأخيرة لاعتبارات كثيرة أهمها اعتبارات اقتصادية وأخلاقية ومفاهيم خاطئة استقرت في وجدان الرجل والمرأة، مفاهيم لا تستقيم مع المبادئ الدينية أو الأخلاقية التي تربينا عليها جميعا. المرأة في بعض الأحيان ترى أنها منقوصة الحقوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، فالمرأة لها نفس حقوق الرجل إن لم يكن أكثر. المرأة لها كافة الحقوق التي حصل عليها الرجل، حتى في شروط الزواج وأرقامه هو تدعيم للمرأة وحماية لها. الإشهار هو حماية للمرأة من براثن المجتمع وبين المحيطين بها من الرجال على وجه الخصوص. طبعا نسب الطلاق زادت جدا، وده اللي أكده المسؤول في بنك ناصر الاجتماعي اللي حضرتك كنت بتسمع مداخلته دلوقتي. للأسف المرأة ذكرت ده انه بيحط يعني ضغط على الست ان هي بتفضل في عملية لحاق مستمر عشان تقدر تجيب المتعة وتجيب نفقة الأولاد ونلجأ لبنك مصر، يعني عملية معقدة. هو المشكلة لو الزوج ملهوش دخل ثابت، لكن لو هو موظف وده أغلى من الناس، سواء ده سواء عمل خاص أو وظيفة حكومية، بيتم التنفيذ من خلال الخصم من راتبه. أغلب الشعب المصري قطاع خاص، حتى لو في قطاع خاص بيتم التنفيذ أو بيقدم المرتب اللي يقول لك الأساسي 300 جنيه مفردات مرتب. لا لا، هو بيتم التصريح للمحكمة وتصريح من المحكمة بيجيب بس عشان إثبات ممتلكاته، يعني ممكن يكون موظف لكن عنده هي دي بقى عنده أرض هنا مشكلة، فتروح بقى الضرايب عشان تجيب المخلصات وتلاقيه هو متهرب. يعني عملية وفي تمرد، وبعدين الأساسي أو التأمين شريحة تأمينية. ممكن أنت بتطلب من القاضي إن هو المرأة بتقوم بعمل تحريات مباحث. لا لا، هي الموضوع مش صعب على فكرة. لا صعب، لا مش صعب، لا هو صعب جدا. هو صعب في حالة واحدة بس، بيتحكم لها ب 600 جنيه و500 جنيه، ده مش منطقي أصلا. هو لو عنده مصادر خارجية، يعني لو عنده أكثر من عقار بيأجره، أو لو ليه تجارة اللي هي زي ما بيقولوا عليها اقتصاد بير السلم، لكن يعني لو تجارة إلكترونية أو كده، لكن لو ليه داخل أو حتى يعني على مستوى الشعب، يبقى ده حتى شفنا نجوم كبار يعني كانوا بيتهربوا من نفقة الأولاد ولازم يلجأوا للضرايب وبيروح يبيع الاملاك فعلا او يكتب املاكه باسم حد تاني مؤقتا ويرد. اكيد هو بيبقى فيه تلاعب، بس في حالات كتيره جدا احنا بنشوفها في الواقع العملي، لا هو بيتنفذ على مرتب، لا بيتنفذ بيتحكم بكام؟
على حسب دخل الزوج بيتحكم ب 600,000 جنيه 1,500 وهو سري ازاي؟ أيوه. لا هو بيبقى يعني لازم في حد ادنى للنفقات في لا منطقيه في الاحكام. لا هو بيبقى في نسب 25 او 35 او 40 على حسب طفل او اثنين او ثلاثة لازم تكون هي مستتفة ورقها. لا لا خالص على فكرة الموضوع مش بالسواد اللي احنا شايفينه. لا هو الواقع العملي بيقول كده على فكرة. بس هو الراجل قال لي نص المبالغ اللي دفعت معرفناش ده لو هو مالوش دخل ثابت او مش موظف حكومة. ما هم معظم كده قانون الاسرة الجديد عندك هم كله احنا موظفين الحكومة كان في 5 مليون واحد يعني. ولو بيعمل عمل خاص على فكرة برضو هو من خلال جهة عمل وممكن انك انت تنفذي انك انت تخصمي من راتبه الشهري طبعا تمام. ولو هي قدرت تثبت دخله الخاص سواء عقارات او سواء مشاريع هقول لك هي لازم تكون هانم ومستفه ورقها غير كده لا. يعني انا اللي انا بشوفه الناس الغلابه الستات الغلابه لا بيشيلوا على فكره الطين. القانون ويمكن هقول لك على حاجه حتى لو في ثغرات قانونيه القضاء المصري العظيم بيقف مع الست لان هي في بعض يعني في حاله النفقه هي هو ده الحق. تحياتي للقضاء المصري طبعًا. لكن أيوه. الاحكام هزيله بس احيانا بتبقى العمليه كمان طويله البروسيس طويل يعني انا بقول لك اهو هي دي ممكن 6 مليار تم صرفهم في على مدار 7 سنين هو بيقول لي نصهم ما عرفناش نرجعه بس على مدار 7 سنين بس في النهايه وكام سيده 3000 بنتكلم 315 تاخد كام على حسب بنتكلم في 315000 سيده يعني واحد مرتبه 5000 جنيه يعني بص بنتكلم في 315000 سيده دول اللي لجأوا البنك ناصر 315000 سيده عن نصهم على الاقل ما تمش صرف نفقات او جلب المستحقات تم صرف من البنك ناصر بيدفع وبعد كده بيدفع كام يا فندم حضرتك اذكر رقم بيدفع 500 جنيه حضرتك 500 جنيه تعيش ازاي دي حضرتك اقنعني ده لو الزوج ملوش دخل ثابت يا فندم اغلب الرجاله شغالين خاص يا استاذ حسين ايوه طبعا ما هي عايزه ايه عايزه كده يعني شويه اجراءات قانونيه بس في النهايه على فكره الموضوع برضه احنا الرحمنه والسيستم والامر يكون عادل للست ومع الفواتير الالكترونيه اللي هو المحامي كشديد لا 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 طيب خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم لسه النقاش في محاور مهمه هنكمل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مستمرين معاكم في مناقشه حقوق المراه المطلقه وعلى ضوء النقاشات والحوار المجتمعي اللي حصل نتيجه مسلسل ليه لا في جزءه الثالث وكنا طرحنا بعض طبعا الافكار خلال النقاش لكن هروح مره تانية للاستاذ عبير سليمان وهسالك على حاجه المسلسل يمكن احنا واخدين على قسوه الراي العام خارج الاسره مثلا زي التدخل الصديقه الام الاب لكن المره دي بنشوف خطوره الوضع في تقبل الابناء نفسه وهنا دي جزئيه كتير ما يعني بنفتقد فيها لفكرة التوجيه الصح أو التوجيه التربوي المنضبط في هذه القصة أنت بتشوفيها إزاي وإزاي ممكن تعودي بقى الأطفال وليه الطفل أحيانا ممكن يخرج يعني معتقد أنه هي الأم لوالده فقط لكن صعب تكون لرجل تاني وده شفناه من خلال المسلسل. أولا المرأة لما بتقعد فترة مطلقة من غير زوج وعندها ولد بيبقى الولد ده بديل الزوج بشكل او باخر يعني بيكون راجلها فهي غصب عنها بتنمي عنده مسؤوليه انها امراه في حماه لو كانت ست سويه لو كانت ست منضبطه لو كانت ست عايزه تربي راجل فبتعزز عنده الرجوله بشكل او باخر من غير ما تشعر وده مش صح لا صح لكن بحدود انها تفرق له ان انا في يوم من الايام ممكن اتجوز تحسسه ان ده دي مش احيانا بتبقى مش واضحه لانه حتى شفنا في المسلسل هي يعني تتعاملت معها فعلا كانه زوجها ايوه لانها متطرفه يعني حتى هي عندها بنت اسمها ياسمين بتعاملها بشكل مختلف عن هو اكله لازم تكون بتعمل له الاكل اللي هي عندها طاقه مشاعر للقوامه غصب عننا الستات كده يعني هي عندها طاقه قويه جدا لراجل تبقى في كنفه لراجل تهتم بيه فغصب عنها ما فيش الراجل ده فبتعمل ده مع ابنها بشكل او باخر فعززت عنده الانا وحب السيطره وان دي الست بتاعتي بتاعت البيت ما يبقاش في راجل تاني ممكن يكون قيم عليها غيري
انا مثل يتسمع كلامي ده تعزيز خطا. وشفنا ده انعكاسه سلبي حتى الولد بيستخدم الفاظ غير كده ان الولد جدا ده هو اهانها على المستوى الاخلاقي لمجرد انها عملت علاقه مع شخص وهتتجوزه قال لها كلام قاسي جدا وكانه كانها اخته الصغيره او كانها شافها في وضع مخل فقال لها عبارات قاسيه جدا حتى هي قالت له انا ما عرفتش اربيك هو بيثور على شرفه وكرامته دي امي عرض ما فيش اصلا شرف في الموضوع يعني هي هو شاعر بده شاعر باهانه في كرامته ورجولته غير كده ان الولد الشاب ده في مرحله سنيه عمريه خطر جدا يعني فكره الشباب وعنفوانه مرحله خطر جدا ما تتقبلش حتى بنلاقي احيانا شباب يعيطوا في فرحه لاخواتهم البنات ويقول لك خساره فيه انا ازاي ممكن اسيبها للراجل ده هو غصب عنه بيغير على منه فاحنا كمجتمع الولد ده جزء من المجتمع هيقول ايه لاصحابه مامتي اتجوزت مامتي حامل وايه المشكله هو ما احنا حضرتك بتقول كده عشان حضرتك متفتح احنا عززنا اشتغلنا على ده في المجتمع قلنا للناس ان حلال ربنا احنا بندعمه بس هي كمان كجزء من المشكله لان هي واضح انه غصب عنها سلسله التربيه وهي كمان وقعت في نفس الخطا يعني هي حطت نفسها بتقول ولادي لان احنا معززين ده الاسره معززه ده المجتمع معزز ده صحابها معزز ده علاقات فاشله حواليها يعني تخيل حضرتك واحده انفصلت يعني هتخوض تجربه تانية وهي محافظه يعني هي شخص مش هيقدم على جواز تاني كمان فاشل مش هتبقى بقى سبحه رجاله راجل داخل وراجل خارج الموضوع ده على فكره مقرق جدا جدا للستات الست لا تقدم على زيجه تانية لانها خايفه من الطلاق الحقيقه احنا لازم نقول لهم ما تخافوش من ده احسنوا الاختيار وكمان احسنوا التربيه الولد جزء من المجتمع المجتمع نفسه احنا معانا مفاجاه احنا معانا الفنان الجميل والشاب القمر اللي هيبقى ليه مستقبل كبير وهيكسر الدنيا معتز هشام وهو صاحب الحبكة وقمة الصراع في الحلقة بنرحب بيك يا معتز اهلا بيك نورتنا ومبروك نجاحك في المسلسل عملت دور كويس قوي بنورك شكرا ليك جدا وانا مبسوط ان انا معاكم النهاردة وابعد عن شربيني بقى عشان شربيني شكله مش سالك وابعد عن شيري مالك وما الماما ما تسيبها تتجوز حاضر اسمع الكلام وابعد عن شربيني حاضر طب قول لنا اولا انت الدور ده يعني فكرت في ايه اول لما جالك وتعمله ازاي وكمان انت عملت مشاهد صعبه وكان فيها الفاظ شويه يعني تقيله حتى بتهيالي جالك تعليقات كتير ولا ايه رايك؟ قول لنا كده شويه التعليقات اللي جات لك عامله ازاي؟ قالوا لك ايه؟ ستات متضايقه مني قوي 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 متضايقين مني جدا جدا جالك تعليقات متضايقين ها؟ بالظبط كلهم عايزين يضربوني يعني لا احنا عايزين نربيك بس بس الحمد لله احنا حضرنا يعني المسلسل قبلها بشهر تقريبا فكنا مجهزين لده يعني وانا واستاذة نادين كان قعدنا كتير قوي مع بعض في الدور واتناقشنا فيه كتير قوي عشان يطلع بالشكل ده يعني وطلع بشكل كويس جدا طب انت قناعتك الشخصيه ايه بتشجع او خليني اقول يعني انت بقى عملت دور وليك برضو انطباعاتك الشخصيه وكده هل كنت مقتنع او بدورك ولا في حاجات برضو كانت من طبيعتك انت الشخصيه بتقول ان هي غلط لا بالظبط يعني غلط جدا جدا انا بديك فرصه تصلح غلطك تصلح غلطك بالظبط لا يعني اكيد مش موافق ان هو يتطول على اهله او ان اي حد يتطول على اهله يعني تماما اكيد ده غلط جدا وبرضه يعني انا متفق معاه في ان هو لازم يكون متضايق ان هو حتى محدش خد رايه يعني حاسس ان هو ممكن يتناقشوا معاه في ده مفهوم ومؤمن اعتقد بالفرصه الثانيه لاي شخص متهيألي انت برضه شاب دلوقتي مثقف وليك ادوار مختلفه وبدات تصعد يعني صعود كبير فمتهيالي انه من حق كل واحد يبقى ليه فرصه تانية ولا انت ايه رايك بالظبط بالظبط يعني اتمنى يديله فرصه تانية طيب احنا بنبارك لك طبعا وفي مفاجات هتحصل احنا طبعا ناس كتير لسه بتتفرج بدات تتفرج وفي ناس مستنيه تسرب اي حاجه عايز تغششنا كده لمحه من اي حاجه ولا صعب يعني
اقول لكم ان اللي جاي حلو قوي ان شاء الله. طب هتستمر على نفس الفكر ده ولا الفكر ده هيتغير شويه؟ هنشوفها بقى دي الحلقه الجايه. ماشي. طب عندك اعمال تانية قريب ان شاء الله نتابعك فيها ونكون فخورين بيك كده دايما زي ما انت بتعمل اعمال كويسه بقالك فتره طبعا الحمد لله. يعني ان شاء الله ان شاء الله هيبقى فيه قريب حلو قوي. طيب احنا طبعا بنشكرك وميرسي ان انت كنت معانا وكمان قبل ما اختم معاك يعني انت طبعا جماعتك مشاهد كمان مع نيلي الكريم صعبه وكده فقول لنا كنت بتحضر المشاهد دي ازاي وهل كنت مثلا بتاخد راي الاستاذ نيلي في حاجات يعني الشحنه دي لجأت لها ازاي علمت يعني طورتوا بعضكم وادائكم ازاي مع بعض وكده. استاذة نيلي يعني انا طبعا سعيد جدا جدا بالشغل معاها يعني هي نجمه كبيره وبسطت جدا بالعمل معاها فقد ايه كانت باخد منها كل حاجه يعني لو هي بتقول بطريقه فانا باخد من طريقتها دي فكنا احنا الاثنين بنعلي بعض يعني فالحمد لله يعني كنا قبلها بنعمل بروفات كمان مع بعض قبل ما تدور المشهد على طول فكنا بنعرف احنا هنقول من ايه وهي يعني طريقتها في الشغل بجد جميله جدا جدا يعني مش بتعتمد على الورق بشكل كبير ان هي عايزه الموضوع يطلع حقيقي اكتر. ايوه فده اللي كنا متفقين ان احنا نعمله مع بعض. هل سالت مثلا الناس في قصص مشابهه خدت منهم الاحساس او الفكره او كده يعني لقيت حواليك مثلا النموذج ده حاولت تاخد منه طبعا رسم للشخصيه او تثقف نفسك اكتر او وكمان انت كنت فيه عصبيه ونيرف طول الوقت فهل تاثرت بحد حواليك او بشخصيات شفتها في الحياه الحقيقيه ولا لا؟ بالظبط انا في حد في حياتي يعني الحقيقيه هو شبهي جدا واتحط في نفس ظروفه يعني بس هو ما وصلش لفكره ان هو يتطاول على اهله. ايوه ايوه ولكن عنده المينتاليتي دي او التفكير ده. بالظبط فانا فهمت الدوافع اللي هو جواه كانت ايه ودي اللي انا حطيتها لشخصيه ياسين. وده كان باين وانت شاطر قوي وانا بحييك مره تانية ونورتنا في 90 دقيقه وان شاء الله وقت تنورنا قريب هنا في الاستوديو لو تحب. ان شاء الله ان شاء الله هتبسط جدا اكون معاكم. خلاص شكرا جزيلا الفنان معتز هشام مربط الفرس وذروه الصراع. مستفز. هو الفن ما هو انعكاس المجتمع والمجتمع هو نفسه بيقول هو كلاهما انعكاس الاخر. هو بيقول ان هو يعني شاف شخصيات حواليه واستقى منها. هو المشكله كلها هي مشكله اجتماعيه. ازاي الام تقنع ابنها واحنا في مجتمع شرقي ان هي هتتجوز وتبقى في كنف شخص اخر غير والده تمام؟ ازاي هو هيواجه المجتمع نظرات الاخرين كلمات وعتاب اصدقائه وما الى ذلك تمام؟ ولا اصدقاء اليوم لا دعوه ولا اي لا ماشي بس احنا في بص حضرتك احنا في مجتمع شرقي احنا في مجتمع شرقي واللي اللي بيحكمنا يعني حاجات كتير ماشي بس احنا على فكره في المسلسل كتير. الطليق كان محترم يعني الطليق احيانا الطليق بيبقى هو عقبه يعني الطليق ما بيبقاش عايزه تتجوز وهو اللي يعني يستفز الابن ويقول للابناء انتوا هتخلوا امكم تتجوز ولا ايه تمام هو يعني بيعزز عنده المفاهيم الخاطئه هو تناول بس هو يتجوز عادي طب في حته ثانيه كمان في حته ثانيه في حته ثانيه وستات كتير بتلجا لها وتقولوا ان ده سبب رئيسي من قهرتنا جوز العار ان هو لا انه انا وانس بقى ان انا لجأت للزيجه تانية كست فبترفع عليا قضايا وبيتاخد مني طيب ولادي ودي مشكله او بيحصل مساومات لو اتجوزت هعمل كده وفي رجاله يعني شويه انا اسف في اللفظ بيبقوا مخليل شويه بمعنى ان هو ايه انا ممكن اروح اتجوز بس ارفض ان هي تروح تتجوز اهو شفتي معاكم قلبا وقليلا عشان ما حدش يقول لي حاجه بتحكمه ثلاث عوامل عامل ديني وعامل اجتماعي وعامل نفسي النهارده الزوج زي ما هو من حقه يتجوز الست من حقها تتجوز بس هل في حد يقبل ان هو يبقى عنده بنت وتعيش مع راجل غريب اللي هو زوج الام ممكن يكون في رزرف ابارتمون ممكن يكون في شقه تانية للزواج طيب البنت اللي هي عندها نفترض انها اقل من 15 عندها 11 او 12 سنه هتعرف تعيش لوحدها بس ليه انا شفت نماذج كتير للرجاله حانيه جدا على ابناء او بنات زوجها. يعني هقول لك على حاجه الدين قال لنا فرقوا ما بين الاخوه في المضاجع الاخوه هل احنا هنجيب النار
قدام يعني البنزين قدام النار وبعد كده نقول يعني اعتقد مش المفروض إن يكون بنزين قدام النار اصلا بالظبط يعني بنزين قدام النار اللي يبقى راجل ناقص الراجل يعني. والست لو كانوا متفاهمين هو اللي ممكن يديها هو اللي ممكن يديها مخرج انها تعيش حياه حقيقيه وفي الحلال اللي هو الاولاني الزوج الطليق تمام لو كان راجل سوي الموضوع ده ملوش دعوه على فكره على فكره انا عندي نماذج بيطلقها وهو اللي يقول لها اتجوزي ويساعدها طيب هي لو عندها بنت ايوه عندها بنت او ولد حضانتها لا انا بتكلم على ناس البنت. اسوياء مش انا بتكلم على البنت البنت النهارده هل ينفع هل في حد هيقبل بس انا بتكلم في كده طب لو البنت ليها حلول يا استاذ دكتور اسلام حلها ايه حلها ان هي بتنتقل الحضانه من البنت من الام لامها ثم ام الزوج يعني في ترتيب للحضانه الترتيب هيختلف طب معلش وانا ممكن نتمنى نتمنى اكون شويه يعني نتمنى يعني هقول وعلى فكره ترتيب الحضانه ظالم للاب طب ما هو ما في ناحيه ثانيه ما في الابن ومرات الاب لا هو برضو في فرق ما بين دي ودي مفيش لا ازاي غير تفكير ذكوري بس يا فندم احنا في مجتمع شرقي بيحكمنا القواعد الشرقيه يعني ايه قواعد شرقيه يعني احنا في مجتمع شرقي ما القواعد الشرقيه دي فيها يعني حضرتك انت هتقبل ان ابنك عنده 16 17 سنه يشرب خمره لا لكن بره بيقبل حضرتك المقارنه انا بتكلم انا بتكلم في جزئية احنا عشنا في بلاش دي تقبل ان هو يقعد قصادك يشرب سيجاره يا حبيبي ايش دخل ده برضو دي فروق فرديه دي فروق فرديه انا بتكلم في ثقافه وأسرة. مجتمع على فكره بتكلم احنا اللي بنعزز طيب. التصرفات وسلوكات المنحرفه احنا اللي شايفين احنا شايفين مرات الام من زمان حضرتك لو العلاقه سويه يعني بالزبط. الراجل والست انفصلوا قطعا مفيش علاقه تاني خلاص انتهى انا على فكره احنا بنتكلم في موضوع تاني انا بتكلم في الراجل ده لازم يتجوز طبعا والست دي لازم تتجوز طبعا لازم تتجوز انا بتكلم في البنت هل ينفع انها تجوز حضرتك لازم الولاد يعرفوا ان ده حق بيحصل. حق مش يعني ينفع لو راجل سوي هيتعامل معانا يا حبيبتي احترمي لو راجل غير سوي هو الدين لما قال فرقوا ما بين الاخوه في المضاجع الاخوه اللي هم من نفس الاب ونفس الام ازاي احنا نفرق ما بين الاخوه في المضاجع وعايزين بنت عندها 17 18 سنه طيب على فكره انا بتكلم دينيا هو الدراما المصريه قدمت الحالتين تمام قدمت الراجل غير سوي مع البنت وشفناها كتير في تمام. وقدمت الابن اللي بيحاول يخوض علاقه غير شرعيه مع مرات الاب وممثلين كبار يعني تمام. بس كمان يعني ده موجود وده موجود تمام. فانا قصدي زي ما ممكن هنا يكون شخص غير سوي ممكن هنا كمان معلش يا استاذ غير شخصي لكن انا اللي بتكلم فيه انه دايما الست هي اللي بتتحمل الضغط الاكبر بالزبط. في الحته دي قانونيا كمان لانه على طول بيروح هو رايح يقول لك دي هتتجوز هاتي الولاد وكده غير كده ان احنا مش ممكن ناخد ماشي بس انا بتكلم احنا ممكن إن ناخد يا نموذج يا استاذ حسام لا. للاب اللي بيغتصب بنته ونعممه لا ونقول ونقول ثواني بس انا ما قلتش ونقول كده. ان البنت ما تباتش عند ابوها لوحديها مش ممكن هنقول طب كده. انا ما قلتش ده كده. امر غير سوي ماشي. لا بس ثواني بس هل في كام في المية معلش طبيعي ان الاب بيكون صاين لبنته في فئات معينه نقول نفترض ان احنا هنطرح الموضوع ده للنقاش المجتمعي كم راجل يقبل ان بنته تعيش مع راجل مفيش حاجه غريب. اسمها راجل يقبل حضرتك طرحك اصلا ازاي لا ازاي طرحك هي دي مش هي دي مش شرف وعرضه حضرتك بص حضرتك طرحك طب ده معناها ايه طب هيوديها للهويه لا انا ما قلتش كده بس تنتقل الحضانه للاب ليه ما هي من حق من عايزه مامتها يعني تعيش مع راجل غريب يبقى تعيش بس فيها غريبه طب ما تعيش هتقعد في الشارع طب ما الست بعد كده بقى ما تخلفش بنات لا انا مش قصدي كده مش حد قال كده طب ما عصي انا بتكلم ومحدش قال كده انا بتكلم في الدين هل ينفع ان بنت تعيش مع راجل غريب لا انا مع ان يبقى في مكان تاني على فكره انا معاك ماشي يبقى في لو مكان تاني تتجوز مفيش مشكله انا بتكلم في اهم حاجه انا خلاص وانا بدعم ده ما هو يتجوز هي بتتجوز لو في مكان تاني تتجوز يعني تسقط عنها الحضانه هي الست مش من حقها تتجوز بعد ما تتطلق مش من حقها ليه بتتجوز لا حضرتك بيتجوزوا عرفي ليه بيتجوزوا عرفي في حالات كتيره بيتجوزوا تاني احنا اللي بنعزز ده لا, لا القانون بيمنع بيسقط عنها الحضانه ماشي يا فندم وبيتاخد منها المسكن خلي بالك لو كانت وفي ألعاب بتحصل ان ترتيب الحضانه الام فام الام يعني لو مم... لو والدتها عايشه بتنتقل الحضانه كده بقى نرجع للمسلسل تحت الوصايه تمام يعني لا تحت الوصايه لا على اي حال نلجا للالعاب واحنا ناس معلش يا استاذ حسام عايز اقول حته مهمه الاعراف والتقاليد والعادات اللي حطوها والدين ناس والدين اهم حاجه هل الدين هيقبل ان واحده الدين منصف الدين منصف طب هو ما هو عشان منصف ما ينفعش واحده تعيش معلش يا دكتور العادات والتقاليد والاعراف يا استاذ حسام
اللي عملها. ما حرمش ده. لا ازاي هو النهارده لما بنت تعيش مع راجل غريب ده مش حرام؟ احنا ما قلتش ازاي بقى. انا ما قلتش تعيش. لو هتقعد في مكان تاني لا تتجوز. انا بقول لك تتجوز. لا لا لا, لا, إزاي؟ لا مش حرام. لا ازاي حرام. مش قصدي كده البنت تبقى على راحتها. ازاي هو هيبقى على راحتها؟ اه حاجه لكن ما نقولش انه دينيا حرام. وهو كأب مش هيقبل. بص يا حسام, اللي عملوا الاعراف والتقاليد والعادات ناس زيي وزيك, ناس طبيعيه, هم مش احسن مننا. كل فتره وفتره لازم يحصل ثوره في العادات والتقاليد وتتطور تتحدث. بس العادات والتقاليد المستمده من الدين سواء اسلامي او مسيحي, لا ما هو مفهوم الدين ده بقى زي. انت حضرتك طرحت مفهوم انا اعتقد ان هو مش منضبط قوي. معلش يعني انا ممكن اسالك في بعض يفكر في كده لكن مش ده مش ممكن اطرح سؤال بس غالبيه على فكره بفكر نخرج من زنقه الدين. حضرتك حاطط فلوس في البنك بتاخد عليها ارباح حاليا؟ لا. طب عموما كم حد كم حد عايز نفقه؟ كم حد بيحط فلوسه في البنك بياخد ارباح؟ ما دي انا فاهم انت عايز على فكره دي قصه ثانيه. ثواني بس, عندك ملكات يمين ولا لا حضرتك؟ ده برضه ملكاتي. لا ملكاتي اليمين دي لا كان في حدود لا يطبق. لو حضرتك طبقتها القانون القانون هيحبس. لا ملكاتي اليمين دي لما يبقى في حرب برضو. ما بين ما هو ده بيتوقف برضو على تفسير ضيق للدين لبعض الناس اللي انا احييك. انا اللي بشوف ان هي بتستاهل. انا احييك. اذا خلاص يعني سقط حضرتك العصر. احييك. اذا ده اشبه بالعبوديه. الدين بينصف الانسانيه مش العكس. تمام. وحتى الائمه الافاضل والشيوخ الافاضل اللي بيفهموا في الدين اكتر مني بيقولوا لك مصلحة الفرد تغلب النص. في آراء كتيرة طرحت جمهور الفقهاء والإمام مالك وما إلى آخره وتمسكوا مثلا برأي شيخ الإسلام ابن تيمية, وفي ناس تانية بتحاول إن هي تفسر الدين على حسب مصالحها وعلى حسب هواها. أيوة حلوة أول نقطة دي. إذا مفيش رأي, إحنا مش رأي ديني قاطع, احنا بنطرح وجهات نظر وفي اطار حوار هيلثي ومصلحه الفرد. انا بشكر حضرتك وقتنا للاسف خلص, بس اتمنى ان احنا نكون اثرنا بعض النقاط اللي ايضا ايه ناخد بالنا منها بقدر الامكان. انا بشكر حضرتك نورتنا. يعني استاذ عبير سليمان الكاتبه طبعا الصحفيه وناشطه في مجال حقوق المراه, والاستاذ اسلام النامي المحب النقد. بشكر حضرتك وشكرا جزيلا. اهلا بك. ويعني قبل ما نختم حضراتكم, احنا بنعرض ده في اطار ان احنا بنرغب في لاي شخص ولاي انسان انه يحصل على فرصه ثانيه. أيوة. من حقيقة اي شخص واي انسان, ما بكلمش بقى راجل ولا ست, انه يحصل على فرصه ثانيه, ومن الجميع يساعدوا انه يحصل على الفرصه الثانيه بس بشكل لا يضر ايضا بمصلحه اللي معاك. فانسانيا نتكاتف, وتحط في بالك دايما انه من حق اي شخص انه يحصل على فرصه ثانيه, راجل بقى ست مش هتفرق. ده حقيقي. بشوف حضراتكم بكره, نشوفكم او مش بكره بقى يوم السبت, نشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وحلقه جديده من 90 دقيقه. الى اللقاء.